بس وقف، يلا اظبط الكادر. قاعدة النهاردة مهمة، وده مش معناه ان هي صعبة ولكن سهلة جدا ان شاء الله. النهاردة هنختم تمام، والمرة الجاية هتبقى الورشة. الورشة ديت هتاخده دلوقتي في مذكرة فيها حوالي 130 سؤال، وفي بداية كتاب الهرمونات اللي هيبقى موجود المرة الجاية ان شاء الله هتلاقوا فيه 60 سؤال على الدعامة الحركة برضو اختبار تمام. يبقى انت كده تقريبا معاك 200 سؤال تقريبا. ال 200 سؤال دولت اضربهم في 10 بمعنى ان هم 2000 سؤال، بمعنى ان كل سؤال واحد اصلا هو عباره عن سؤال بفكره. يعني سيبك من السؤال ذات نفسه، السؤال دوت احنا هندخل كده هنقرا السؤال مع بعض، يقول لك ده بيتكلم عن الفكره الفلانيه، تعال بقى نروح نشرحها، نشرح الفكره ديت ونرجع نحل السؤال. نمسك السؤال اقول لك طب بص الكلمه دي مش عجباني انا هشيلها، كده الاجابه هتتغير، تختار ايه؟ احنا كنا مختارين الف مثلا، لا كده هتبقى دال. طب بص انا مش عاجبني الاختيارات دي، تعال نبدلها، فاهمين حاجه؟ يعني السؤال هنطلع له ديل، بحيث ان سؤال واحد بس يخلينا نراجع كميه كبيره، نراجع جزء معين كشرح، وكمان يخلينا نعدي على كميه اكبر من الافكار. فالورشه هل هتبقى شرح ولا حل؟ هتبقى شرح من خلال الحل. فاهمين حاجه؟ يعني هنروح نشرح ونرجع تاني. صبري يا نفسي، صبري يا نفسي، معنا الله مشوار الطب، مشوار الطب بدأنا خطاه. نبدأ ده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تعالوا كده نعمل ريفيو عن اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت علشان بس ننظم الدنيا ببعضها، ما تبقاش الدنيا مفكوكة مننا. بسم الله. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوعين، الموضوع الأول كان تركيب العضلة، وبدأنا إن جسم الإنسان بيتكون من مجموعة من الأجهزة، فإحنا هناخد منها الجهاز الهون العضلي. وقلنا إن الجهاز العضلي بيتكون من 620 عضلة أو أكتر، فإحنا هناخد منهم عضلة واحدة. العضلة ديت رسمناها كده، هي إزاي دي؟ ده قطاع عرضي. العضله المفروض عامله كده، احنا خدنا فيها قطاع عرضي فبنت كانها دايره، لقينا ان هي مقسمه من الداخل الى مجموعه من الايه؟ من الحزم. هناخد من الحزم ديت حزمه. الحزمه ديت لقيناها بتتكون من الياف عضليه، يعني ايه الياف؟ هتلاقي عامله زي النقط كده، لا ثواني هي مش الليفه المفروض خيط؟ ايوه يا حبيبي هي كانت خيط بس احنا خدنا قطاع فبين كانها نقطه، صح؟ تبقى بالطول كده فبين كانها نقط. ديت الياف، احنا هناخد منها ليفه. اكتشفنا بقى ان الليفه ديت هي الخليه العضليه. الليفه العضليه هي خليه، طب ازاي الخليه تعمل ليفه؟ اصل الليفه دي معناها حاجه طويله، ما هي كانت خلايا كتير جنب بعضها، ولكن تم ازاله الجدر العرضيه، فبقت الخلايا مفتحه على بعضها فعملت ليفه طويله، تمام؟ قلت لك عشان تثبت لي ان هي خليه لازم يبقى فيها ثلاث حاجات رئيسيه، لازم يبقى فيها غشاء، لازم يبقى فيها نواه او سيتوبلازم، ولازم أن يبقى فيها ايه؟ نواة. قلت لا ده انت جاي تهزر، بقى ده احنا بنتكلم في الخلية العضلية، ده ما فيهاش غشاء، ده فيها ساركوليما. يعني ده غشاء الخلية العضلية فليه اسم مميز اسمه ساركوليما، ومش اي سيتوبلازم، ده اسمه ساركوبلازم. ونواة ايه؟ ده احنا عندنا عدد كبير من الانوية، ما انا قلت لك ما هي كانت خلايا كتير كل خلية فيها نواة، ولكن لما شلنا الجدر الفاصلة ديت بقت عبارة عن خلية واحدة طويلة على شكل ليفة فيها عدد كبير من الانوية. جميل. قلت لي مش بس كده، الليفة ديت بيبقى جواها من 1000 إلى 2000 ايه؟ لويفة. جينا على اللويفات قلنا ان هي بتتكون من خيوط بروتينية. إما خيوط بروتينية رفيعة وإما خيوط بروتينية سميكة. الرفيعة سميناها أكتين والسميكة سميناها مايوسين. بعد كده رسمنا لويفة. وقلت لك بالله عليك يعني وأنا برسم الرسمة دي أنت بتعتبر اللويفة دي حاجة كبيرة. لأ إحنا راسمين لويفة من اللي هم 1000 ل 2000 دول اللي جوه الخلية الواحدة. الخلية دي أصلاً لا ترى بالعين المجردة، تمام؟ اللي هي جوه الحزمة، اللي جوه العضلة، اللي جوه الجهاز العضلي، اللي جوه الجسم. فاحنا زي ما كنا بنقول كنا في العمق العميق او السحق الصحيح، احنا تحت خالص. اقول لك بقى يلا ندخل جوه ونشوف ايه اللي فيها. فلقينا ان في خيوط عامله كده او خطوط
داكنة اسمها خط زد. ليه سمي زد؟ لانه زجزاج متعرج. الخيوط بتاعت زد دي طالع منها خيوط رفيعة اللي هي الاكتين، وما بينها خيوط سميكة اللي هي الميوسين. قال لك الحتة دي من خط زد لخط زد قطعة عضلية فسمناها ساركومير. قلنا مير معناها قطعة وساركو معناها عضلة، فهي قطعة عضلية. وبعد كده قلنا تعالى نكبر الرسمة ديت، فرسمنا خط زد هوت، رسمناه مستقيما للتسهيل يعني. وادي الخيوط الرفيعة اللي هي الأكتين، وفي النص هتبقى الخيوط السميكة اللي هي الميوسين. وبدأنا نقسم الموضوع، فقال لك والله المنطقة احنا عشان نشوف الحاجات دي تحت الميكروسكوب بنحط إضاءة. الإضاءة ديت بتعدي من النسيج اللي احنا بنفحصه وبتروح لعيننا في الآخر، يعني احنا بنبص من هنا كده. فالحتة اللي فيها خيوط رفيعة الضوء هيعدي منها بسهولة، فالمنطقة ديت قلنا عليها آي مضيئة. المنطقة اللي في النص ديت يعني هتعدي منها شوية ضوء فسميناها شبه مضيئة اتش. أما المنطقة دي اللي فيها اكتين وميوسين الدنيا مظلمه خالص، يعني لو عدى من اكتين مش هيعدي من الميوسين، فالدنيا مظلمه فسميناها الداكنه او المظلمه او الغامقه او ايا كان ايه، الضوء ما بيعديش منها. ماشي. وبعد كده دخلنا على المسائل وقلنا القانون بتاعنا اللي ما ينفعش ننساه، ان كل ساركومير قطعه عضليه بتحتوي على اتش بتحتوي على ايه، صح؟ اهيت القطعه العضليه الواحده بيبقى فيها اتش واحده وايه واحده، المفروض هنا ايه؟ اي. وبعد كده قلنا ان الاي بتساوي الزد بتساوي اي واحده من اللي فوق زائد واحد، بيبقوا ازيد بواحد دايما. ولكن اي ديت كان فيها تكه بقى، ان ديت اي الكليه، لان في اي الغير كامله ودي دايما بتساوي، وفي اي الكامله ودي هتبقى الباقي. يعني ايه الكلام دوت؟ تعال نرسم حاجة عشان اقنعكم بس بالكلام. نرسم واحدة بسيطة زي دي كده. كده انا عندي كام خط زد؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، فانا هحط عن زد اربعة. طيب عندي كام منطقة مضيئة؟ اللي هي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، فعلا الاي طلعت باربعة، دي اي الكلية. طب عندي كام ساركومير؟ الساركومير المسافة بين زد، يبقى دي واحد اتنين تلاتة، الساركومير بتلاتة. مش كل ساركومير في منتصفها اتش، يبقى الاتش بتلاتة، وحوالين الاتش فيه ايه، يبقى الايه برضو بتلاتة. ولكن كنا وقفنا في مأزق كده، هل احنا هنساوي الاي دي بالاي دي؟ لا مش منطق. اصلي بص كده، ديت تقريبا نص اي مش كامله، انما ديت اي كامله على الناحيتين. فقلنا والله الاي اللي مش كامله باتنين اللي هم على الاطراف، يبقى الباقي كام؟ مش دول كلهم باربعه؟ يتفضل اتنين برضه اللي هم الكاملين دول. فده القانون بتاعنا اللي هو بسيط خالص، وحط القانون اي سؤال على ده، الزق القانون بعد كده فكر. ما تقولش ايه طب هو مديني انهي معطى عشان اطلع، اكتب القانون بالله عليك وطلع كل المعطيات، مش هاخد منك دقيقه، الموضوع سهل خالص. وخلي بالك من حلاوه المسائل ديت، معطى واحد كافي. يعني في كتاب الامتحان مثلا هتلاقيه في بعض المسائل كده هم جايين لك ثلاث اربع معطيات في المساله ويطلب حاجه في الاخر. انا بقى بستغرب انت مديني ده كله ليه؟ هي حاجه واحده بس كفايه، فعلا حاجه واحده بس كفايه. فماشي دوت الجزء بتاع تركيب العضلات. في اي مشكله؟ طيب دخلنا بعد كده، ده كان الفسيولوجي او انا اسف التشريح اللي هو الاناتومي، تركيب. ناقص بقى الوظيفه، العضله بتشتغل ازاي؟ الجزء الثاني من الحصه اللي فاتت احنا لسه بنراجع كان عباره عن وظيفه العضله، يعني العضله بتشتغل ازاي. قال لك الانقباض العضلي هو محصله حاجتين مع بعض، سيال عصبي وانقباض عضلي. تمام، كنا بنقول ان عشان الجسم يتحرك محتاج الاول المخ والحبل الشوكي والعصب الحركي اللي خارج من الحبل الشوكي، وده التفرع النهائي بتاعه عشان يروح يكهرب العضله. فالعضله لما تتكهرب هتنقبض، فلما تنقبض هتشد الوتر، فالوتر يشد العظمه، فالعظمه تتحرك من عند المفصل. صح ولا ايه؟ يعني عشان انت تتحرك تعمل الحركه دي الموضوع مش بالسهوله ديت، لا ده الموضوع بدا من دماغك، قرار من المخ. فلما القرار دوت من المخ نزل، المخ قام جاي بعته للحبل الشوكي. الحبل الشوكي طلع عصب، انت عايز تحرك انهي دراع دوت ولا دوت؟ قال لك والله انا عايز احرك الدراع ده هو.
ماشي. فقام جاي بعت عصب للناحيه دي الحبل الشوكي، بعت العصب دوت وراح للعضله فحرر الاستايل كولين، فالاستايل كولين مسك في العضله كهربها فالعضله انقبضت. فلما العضله انقبضت شدت الوتر اللي هو ده اللي هو ماسك في الساعد، فالوتر لما تشد شد العظمه، فلما العظمه اتحركت المفصل اللي هنا اتحرك بما عليه من غضاريف وبما يحتويه من اربطه كمان، تمام؟ كل حاجه اتحركت. طيب كان اول حاجه ان احنا عايزين نشرح السياله العصبي ذات نفسه اللي هو الكلام بتاع سنه تانية. فقال لك والله انت لازم تبقى عارف العصب الطبيعي عامل ازاي، يعني في حاله الراحه، يعني في حاله الاستقطاب. قال لك والله انا لقيت ان بره في ايونات صوديوم موجبه كتير جدا وهي اللي مسيطره، والصوديوم بيقول انا في الساحه واقف لوحدي والكلام ده كله، وموجب جوه لقينا بوتاسيوم. فاحنا توقعنا اول ما شفنا البوتاسيوم ان جوه كمان موجب. قال لك لا، في ناس مسيطره على البوتاسيوم اللي هو الكلور والبروتينات السالبه، فلقينا ان الشحنه الداخليه سالب. جبنا جهاز الفولتميتر عشان نقيس فرق الجهد، فلقينا فرق الجهد سالب 70 ملي فولت، وده وضع الراحه. طيب ايه اللي حصل؟ البوتاسيوم بدا يستنجد بالصوديوم، يقول له بيضربوني يا بيه، بيطفوا السجاير في قفايا، والشويه السوالب دول الكلور والبروتينات مبهدلني جوه. فيبدا يستنجد باخوه الصوديوم، هما الاثنين موجب زي بعض، وانا واخويا وانا والموجب على الغريب، فاهمني؟ السوالب مع بعض والموجب مع بعض، الحاجات دي كلها زي ما كنا بنعمل احنا صغيرين. فهيبدا الصوديوم لان ده محامي جدا يدخل لجوه عشان ينقذ الايه البوتاسيوم. فهو داخل بيمتطي الجواد ويحزم الامتعه ويمتع الاحزمه، ويقوم جاي رايح ايه اخويا اللي مني الموجب اللي زيي في ايه شويه سوالب. ايوه يقوم جاي ماسك البروتينات والكلور ويديهم على عينيهم وفين ما يوجعك، وبالتالي يصبح السطح الداخلي موجب لان الاثنين دول اتكتروا على السوالب. فبقى السطح الداخلي موجب، ولكن ان غاب القط العب يا فار. فاصبح السطح الخارجي، ما هو الصوديوم ساب المملكه بتاعته، فشويه السوالب اللي كانوا المنحرفين المستخبيين في الشوارع بداوا يظهروا، فبقى السطح الخارجي سالب. جينا نقيس فرق الجهد من هنا وهنا طلع موجب 40. هو ليه بقى موجب؟ ما هو اتعكس، فلازم تعكس الشحنه، ومش لازم ال 70 تبقى 70، هو طلع 110. انت بتقول ايه؟ بص يا حبيبي، مش كان سالب 70 وطلع لحد موجب 40، يبقى هو طلع قد ايه؟ 110. 70 لحد ما وصل للصفر وبعد كده 40، فدوت بنسميه جهد الفعاليه. جهد الفعاليه ايه؟ جهد الفعاليه دوت دوت فرق الجهد اللازم ينقلك من وضع الراحه الى وضع الاثاره، من الاستقطاب الى اللا استقطاب، اللي هو 110. ماشي. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ حصل او حدث ما لم يكن بالحسبان. صحينا الصبح بدري لقينا البوتاسيوم بيبص للصوديوم ويضحك ضحكه شريره، بيقول له شربتها يا كروديا. ضحك عليه، هو نده له اصلا ما كانش بيستنجد بيه ولا حاجه، هو كان بيعمل كده عشان الصوديوم يجي ويسيب المملكه بتاعته، فساعتها البوتاسيوم يخرج بره وهو اللي يروح يسيطر على هذه المملكه ويصبح السطح الخارجي موجب. ودلوقتي الصوديوم هيصحى من النوم هيلاقي مين اللي واقفين له؟ الكلور والبروتينات شويه السوالب، وبيبصوا له بالبصه الشهيره للممثل الشهير حمدي الايه؟ حمدي الوزير. تعالى يا اخويا، مش انت اللي كنت داخل وعامل فيها سبع البرومبه؟ طب خد على عينك. وبقى السطح الداخلي سالب، ورجعنا تاني لحاله الراحه وبقينا برضو سالب 70 ملي فولت. يبقى احنا كنا سالب 70 في المرحله دي، لما الصوديوم دخل جوه بقينا موجب 40 في المرحله دي، لما البوتاسيوم خرج بره رجعنا تاني سالب 70 في المرحله دي، وبعد كده هنرجع للراحه. ولكن في حاجه غريبه يا محسن، فاكرين؟ فالصوديوم هنا ده مش مكانه الطبيعي، الصوديوم مكانه بره، والبوتاسيوم ده مش مكانه الطبيعي، مكانه جوه. فيبقى في مرحله اخيره بيحصل فيها تبادل بين الصوديوم والبوتاسيوم كل الى مكانه، ودوت على فكره بيبقى نقل نشط، يعني مدفع فيه فلوس، محتاج طاقه. المرحله الاخيره ديت تبقى عن حاجه اسمها مضخات الصوديوم والبوتاسيوم، بتبقى محتاجه اي تي بي، تمام؟ ده الكلام بتاع سنه تانية اللي هو كان حصه كامله، الحصه مثلا بتاع ساعه ولا ساعه وشويه. الحوار كله عباره عن جملتين والله العظيم، دخول الصوديوم، خروج البوتاسيوم، تبديل الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم يدخل جوه فيبقى السطح الداخلي موجب، البوتاسيوم بيخرج بره فيرجع بره هو اللي موجب، بعد كده نبدل الاثنين مع بعض عشان نرجع للحاله الطبيعيه مره اخرى. ماشي. ده كله احنا ماشيين فين؟ احنا ماشيين هنا في العصب.
بس ازاي السيال العصبي ينتقل داخل العصب، بس احنا لسه ما جيناش عند التشابك العصبي العضلي، وهنوصل دلوقتي للتشابك. انا بس عايز الناس تتخيل احنا فين دلوقتي. احنا عايزين ندخل جوه المربع الازرق ده، بس عشان ندخل جوه المربع الازرق لازم نعرف ايه اللي جوه المربع الازرق قبل ما نبوظ اي حاجه. يعني نرسم الطبيعي وبعد كده ندخل نبوظه. دوت اخر حته في المحور اللي هي دي كده، الحته دي شايفين النقطه الصدى ما شاء الله كبرت وبقت قد كده، ده التفرع النهائي، ودوت غشاء الايه العضله. طيب حلو قوي. مين اللي واقف هنا؟ الصوديوم عادي، ما احنا قلنا لسه ما دخلناش جوه، الوضع طبيعي، بره موجب وجوه سالب عشان الكلور والبروتينات. في هنا بوابات كالسيوم، والكالسيوم اول ما تشوفه حاول تبعد عنه، غشيم. فاه بالله عليك اقفل البوابات، لانه لو دخل جوه هيكسر الدنيا. ايه ده، هو في حاجات مهمه جوه؟ يا نهار ابيض، ده اهم حاجه جوه الاسيتايل كولين جوه الحويصلات الناقله. طيب الاسيتايل كولين ده بيعمل ايه؟ بيفرقع ويخرج هنا يمسك في المستقبلات اللي هنا. هو مين دوت؟ دوت غشاء العضله اللي هو الساركو ليما. بس انا عايز اقول لك حاجه، الساركو ليما دي شايف قد ايه؟ حاجه كبيره جدا. احنا جايين نمسك في الحته دي بالتحديد، صح؟ حته محدده. الحته ديت يا جماعه ليها اسم هيفيدنا النهارده، فانا هقوله. الحته اللي عليها مستقبلات الاسيتايل كولين، الحته اللي التفرع النهائي بيجي يمسك فيها، اسمها صفيحه نهائيه حركيه. تاني، الحته اللي التفرع النهائي بيجي يمسك فيها بالتحديد ديت جزء من غشاء الليفه، جزء من الساركوليما، اسمها صفيحه نهائيه حركيه. هو ده اسمه ايه؟ تفرع نهائي. طب اللي جاي منه ده، العصب ده كله اسمه ايه؟ ليف عصبي حركي. تاني تاني تاني، احنا عندنا فريقين، فريق الاعصاب وفريق العضلات. الاعصاب ممثله بالليف العصبي الحركي، والعضلات ممثله بالساركوليما. تمام؟ كان انا بقول لك انا معايا سلك كهرباء كبير ومعايا حيطه. الحيطه هي العضله، وسلك الكهرباء الكبير هو الليف العصبي الحركي. احنا عايزين ناخد سلك نحطه في الفيشه. حلو؟ نحط الفيشه ديت في الكوبس. الكوبس ده حته من الحيطه، صح؟ هو ده الصفيحه النهائيه الحركيه. طب السلك الصغير اللي احنا خدناه اسمه التفرع النهائي. تاني يا جماعه، معايا سلك كبير ومعايا حيطه. السلك اسمه ليف عصبي حركي، الحيطه اسمها عضله او ساركوليما. هل انا باخد سلك واقوم جاي رشقه في اي حته في الحيطه، ولا في حته معينه؟ حته معينه. الحته ديت ايه المميزات بتاعتها؟ ان فيها مستقبل للفيشه، صح؟ الحته اللي انا بحط فيها دي اسمها كوبس. هنا ما اسمهاش كوبس بقى، اسمها صفيحه نهائيه حركيه. تمام؟ يبقى الصفيحه النهائيه الحركيه هي جزء من غشاء الليفه العضليه، جزء من الساركوليما، يتميز بوجود مستقبلات الاسيتايل كولين، ويتصل به التفرع النهائي. احنا كده عملنا حاجه اسمها وصله عصبيه عضليه، وصله سلكيه حائطيه، مش كان السلك والحائط؟ سلكيه حائطيه، عصب وعضله، عصبيه عضليه، او تشابك عصبي عضلي. يجي اعرف لك التشابك العصبي العضلي، انا فاكر وانا في ثانويه والله بجد، وانا بسمع التعريف بتاعه انا قلبي اتقبض. بعد كده لما الاستاذ بدا يشرحه حسيت ان الموضوع عبيط. انا اقول لك التعريف ورب ايه تحس نفس الاحساس بتاعي، وبعد كده ايه ترجع تاني، بيقول حاجه حلوه يعني. التعريف بيقول ايه بقى؟ الوصله العصبيه العضليه هي موضع او مكان اتصال تفرع نهائي لليف عصبي حركي بالصفيحه النهائيه الحركيه للليفه العضليه. انا اي حاجه فيها ايه كتير كده بتجيب لي حساسيه اصلا. ما لازم تتعلم، ما هنعيدها بس بالراحه، ما انا بصدمك، ما انا لازم اقولها بسرعه، لو قلتها بالراحه هتفهمها وهتكسفني. طيب تاني، الوصله العصبيه العضليه هي موضع او مكان اتصال تفرع نهائي بتاع الليف العصبي الحركي بالصفيحه النهائيه الحركيه بتاعت الليف العضليه. مفيش اي حاجه. هي موضع او مكان اتصال السلك الصغير بالكوبس الصغير، السلك بتاع السلك الكبير بالكوبس بتاع الحيطه، صح؟ التفرع بتاع الليف العصبي بالصفيحه بتاعت الايه؟ بتاعت العضله. الموضوع عبيط يعني. ماشي. ايه اللي جوه العضله بقى؟ في حاجه هنا اسمها الشبكه الاندوبلازميه الملساء او الساركوبلازميه، بتبقى خزينه كالسيوم. وقلت لك الكالسيوم لازم يبقى محبوس، يا اما تخرجه في الشارع، يا اما تحبسه جوه في اوضه لوحده. ما تسيبوش، ما يسيبش ابدا، لان اول ما يسيبه والله هيدمر الدنيا كلها. طيب بعد كده ادي خط زد، وادي خط زد، وادي خيوط الاكتين بعيد عن بعضها، والعضله منبسطه، والدنيا ربيع والجو بديع وكل حاجه زي الفل.
ولكن ذات يوم انا قررت ان انا احرك دراعي. يلا نحكي الحكاية تانية. احرك دراعي دوت قررت معناها مخ صح؟ فمن المخ للحبل الشوكي للليف العصبي الحركي شرحنا الحتة بتاعت السيال العصبي سالب 70 موجب 40 سالب 70 رجعنا للراحة. عمال يتقدم ويتوغل يتقدم ويتوغل وفي لحظة ما هوبا وصلنا هنا دخلنا جوه المنطقة الخطر. احنا جوه المربع الازرق اللي احنا رسمينه. السيال العصبي وصل هبوط. اول ما السيال العصبي بيوصل بيفتح بوابات مين؟ الكالسيوم. اول ما الكالسيوم يتفتح طور هايج في عنبر 7 كالسيوم هايج في التفرعات النهائية واللي بيلمحوا بيمرجحوا. لا في 3 بس او 4 اللي قالوا يعني كده كده في لخبطة. اللي بيلمحوا بي ايه؟ بيمرجح. هيدخل هيلمح الحويصلات الناقلة بالاسطيل اللي كلينا جواها فيمسكها يوم جاي خبطها في الحيطة تفرقعها. فبالتالي يتحرر الاسطيل كولين يسبح في الفراغ. والكلمه دي بتضايقني قوي. الكلام ده كله بيحصل في جزء من الثانيه صح؟ الكتب جاي كلها تيجي تقول لك ايه؟ والاسطيل كولين يسبح في الفراغ بين التفرع النهائي وغشاء الليف العضلي. انا بحس يسبح في الفراغ ديت اللي هو ايه؟ يعني ايه خلص اللي وراك وتعالى لنا يعني قدامنا وقت. وقت ايه؟ هو جزء من الثانيه. هو بيروح يمسك في المستقبلات اللي هنا. فساعتها يقيد النور. مش الصوديوم واقف بره وبره موجب وجوه سالب فيبدا يقول الدنيا امان يمان. ايوه كده. فالصوديوم يندفع لايه؟ للداخل. هيروح يحرر مين؟ الكالسيوم. اول ما الكالسيوم يخرج يكون الروابط المستعرضه. بص كده في مناطق اهوت بتبقى مغطيه الاكتين. الكالسيوم بيجي يشيلها يكشف هذه المناطق. فبالتالي الروابط المستعرضه تطلع من الميوسين وتمسك في الايه؟ في الاكتين بالشكل ده. بعد كده عشان تشتغل دايما جشع محتاجه ايه؟ اي تي بي. محتاجه فلوس. هات فلوس تديها فلوس لا اشتغلت على طول. تبدا تنقبض وتشتغل زي ما الساحات العربيه او الخطاطيف تقوم جاي معلق الخطاف كده وكده وتبدا تشد الناحيتين. فبالتالي تتقارب خيوط الاكتين من بعضها البعض. هو مش خيوط الاكتين ده ماسك في خط زد فتتقارب خطوط زد من بعضها البعض فتقصر القطعه العضليه. ولما تقصر قطعه وقطعه 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 يبقى انت قصرت الويايفة. ولما الويايفة والويايفة 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 تأثرت الليفة. ليفة وليفة وليفة يبقى حزمة عضلة. خلاص العضلة انقبضت تمام. إن الجبال من الحصى. فاكرين قلت لكم إن أي حاجة كبيرة في حياتك هي بدايتها حاجات صغيرة. الجبل الكبير دوت بدايته حصوات صغيرة. النجاح الكبير بدايته تعب وحاجات صغيرة. مذاكرة ساعتين على ساعتين على ساعتين على 3 ساعات وأيام الفاينل بيبقوا 10 ساعات وما بننامش وحاجات كده. الحاجات دي تتجمع كلها على بعضها وتتحط فتبقى نجاح. المهم فايه اللي حصل؟ لقينا ان خط زد دوت بقى هنا، خط زد دوت بقى هنا، خيوط الاكتين قربت تسلم على بعضها. خلاص قربت اهيت. وممكن على فكره تسلم على بعضها في الانقباض التام للعضله. قلنا الانقباض التام خيوط الاكتين بتلزق في بعض والمنطقه بتاعت اتش دي بتختفي خالص. المنطقه اللي في النص دي بتختفي. في الانقباض التام تنعدم اتش. ماشي. والروابط المستعرضه زي ما هي ماسكه من خيوط الميوسين لخيوط الاكتين. ولكن الوضع دوت مش لطيف. هو قلت لي مش لطيف ازاي؟ مش انت عملت الانقباض اللي انت كنت عايزه؟ انا قلت لك انا كنت عايز اعمل انقباض بس عايز اعمل انبساط بعده. لان لو انت سبتني كده انت عملت لي شد عضل. يا فرحتي انا عملت انقباض وثبت كده بقى هنكمل الحصه. انا عامل كده عمال زي العبيط. ما ينفعش طبعا. فلازم ايه؟ سيبنا انبسط تاني. طب هو مين المشكله؟ ده هو الاسطيل كولين. طول ما الاسطيل كولين ماسك في المستقبل الصوديوم هيفضل جوه فالكالسيوم هيفضل بره فالروابط المستعرضه هتفضل ممسوكه في الاكتين فتظل العضله في حاله انقباض. وده ما يرضنيش بصراحه. فاحنا عايزين نشيل الراجل ده هم مكانه. هنجيب له انزيم اسمه ايه؟ كولين استريز. الكولين استريز ده بيكسر الاسطيل كولين الى مادتين كولين وحمض خليك. النهارده هيقابلنا حمض تاني اسمه حمض لاكتيك. حمض اللاكتيك بيتكون جوه العضلة انما الخليك خليك بره. الخليك خليك بره او الخليك خارج العضلة تمام. انما اللاكتيك جوه العضلة. وحمض الخليك ده بيتكون في الحالات الطبيعية عند انبساط العضلة. العضلة بتنبسط عادي الكولين ستريس بيكسر الاسطيل كولين فيتكون. انما حمض اللاكتيك ده هيتكون في وضع مأساوي اللي هو الاجهاد العضلي تمام. ماشي. ايه اللي هيحصل بقى؟ طالما مفيش اسطيل كولين الكشاف هيطفي فالدنيا مش امان يمان. فالصوديوم يرجع مكانه فالكالسيوم يرجع مكانه فالرابط المستعرضه تيجي تنفصل. بس خلي بالك لازم تديها ايه؟ فلوس. جشع. لازم. عايز تنقبض هات فلوس. هات اي تي بي. طب سي بي هات فلوس برضه.
تمام؟ يبقى الانقباض بفلوس والانبساط بفلوس. الانقباض والانبساط عمليتان نشطتان. ماشي، فتديها اي تي بي فتبدا تنفصل الروابط المستعرضه، تبدا تنفصل منها، فيرجع خيوط الاكتين لمكانها تاني فتنبسط الايه؟ العضله. ماشي، كنا قلنا ان كل حاجه بتقل ما عدا مين اللي ثابته؟ الايه هي اللي ثابته. يعني المنطقه اي صغرت، المنطقه اتش صغرت او انعدمت لو كان القباض تام، انما المنطقه ايه اللي هي بطول خيوط الميوسين ثابته زي ما هي، ما بتتغيرش، الايه ثابته. بس يا عم ده اللي احنا قلناه الحصه اللي فاتت، تعال نبدا بقى في الحصه بتاعت النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الوحده الحركيه، ركز بقى عشان الكلام اللي جاي ده حلو قوي. يعني ايه الوحده الحركيه؟ هقول لك التعريف بتاعها وبعد كده نرسم لها رسمه ونقول شويه افكار. ف كلام كبير. بيقولوا ان هي الوحده الوظيفيه للعضله الهيكليه، ودي هتخلينا نقول اربع جمل. ادي اول جمله، ان الوحده الوظيفيه هي حاجه اسمها الوحده الحركيه اللي انتوا لسه ما تعرفوهاش. كان في حاجه اسمها الوحده التركيبيه، وفي برضه حاجه اسمها الوحده التركيبيه برضه، بس في وحده تركيبيه للعضله والوحده التركيبيه للجهاز العضلي. ماشي، وبعد كده في حاجه اسمها اصغر وحده انقباض. تعالوا بقى نشوف الثلاث اسئله دول. دي خلاص خلصت، الوحده الوظيفيه هي الوحده الحركيه. مين الوحده التركيبيه للجهاز العضلي؟ العضله. طب مين الوحده التركيبيه للعضله؟ الليفه العضليه، مش اللويفه، الليفه. طب مين اصغر وحده انقباض؟ القطعه العضليه، الساركومير، ما هي ديت الحصوه اللي بتعمل الجبل. انقباض الساركومير دي اصغر حاجه بتنقبض، الساركومير، بعد كده اللويفه، بعد كده الليفه، بعد كده الحزمه، بعد كده العضله. تمام، فديت الاربع جمل دول مهمين جدا. حلو، طيب ايه هي بقى الوحده الحركيه؟ الوحده الحركيه ديت عباره عن الليف العصبي الحركي زائد من 5 لـ100 ليفة عضلية. بص يا عم، أنا دلوقتي معايا سلك كهرباء كبير وداخل بيه جوه الأوضة. سلك الكهرباء الكبير دوت هو الليف العصبي الحركي ده. الأوضة ديت هنفترض إن هي سايبر في أجهزة كمبيوتر كتير. في قد إيه؟ أقل سايبر عنده 5 أجهزة كمبيوتر، وأكبر سايبر عنده 100 جهاز كمبيوتر. مفيش حاجة اسمها سايبر بـ4، مفيش حاجة اسمها سايبر بـ101. تمام؟ احنا بدايتنا 5 واخرنا 100. طيب سلك الكهرباء الكبير دوت المفروض يغذي كل الايه؟ الاجهزه. فالمفروض هيطلع لهم سلوك صغيره. حلو؟ السلك الصغير اسمه تفرع، هنطلع من السلك الكبير فرع، تفرع نهائي. طيب الكمبيوتر، هل احنا بنيجي بالفرع دوت او الفيشه اللي احنا طلعناها ونقوم جايين رشقينها في الشاشه ولا في الجنب ولا في حته معينه؟ في حته معينه اسمها الكبس او الكابل اللي هتركب فيه الفيشه بتاع الكهرباء، صح؟ ده اللي احنا عايزين نقوله بالظبط. دوت سلك الكهرباء الكبير اللي هو الليف العصبي الحركي. والحاجات اللي انا برسمها ديت هي اجهزه الكمبيوتر اللي هي الالياف العضليه اللي هما من 5 لـ100. نسهل على نفسنا ونرسمهم 5 اقل حاجه عشان ما نضيعش الحصه. طيب احنا عايزين، مش العصب هو اللي بيكهرب العضلات؟ فلازم ان يندي لها تفرعات، فهنطلع، نبدا نطلع تفرعات نهائيه. ادي تفرع وادي تفرع وادي تفرع وادي تفرع وادي تفرع. بس هل التفرع بيروح يمسك في اي حته؟ بنحطه في الشاشه ولا في الجنب ولا في كابل معين؟ كابل معين مكان معين اللي هو الصفيحه النهائيه الحركيه، فاكرين؟ مش ده الساركوليما اللي احنا كنا عاملينه كده، وقلت لك في حته معينه اسمها الصفيحه النهائيه الحركيه؟ ما هي دي بقى الصفيحه النهائيه الحركيه، الدايره اللي انا بعملها دي، دوت الكوبس اللي احنا هنحط فيه الفيشه. اهو اهو كده بقى. لو خدت بالك التفرع اصلا جه لحد هنا، قام جاي واقف الوقت، يعني اركن فين؟ وضح لي المكان اللي اركن فيه. اهو اتفضل، المكان اهوت. ايوه كده كده احنا عملنا وصله ما بين العصب والعضله، وصله عصبيه عضليه. على فكرة الرسمة دي مش جديدة، هي نفس الرسمة اللي أنا كنت عاملها كده، بس أنا عاملها كذا واحدة وعاملها بمنظر تاني. بس مش إحنا كنا بنقول
الوصله ما بين العصب، مش ده كان عصب ومطلع منه تفرع ودي كانت عضله وفيها صفيحه؟ طب ما هو العصب والله، وده التفرع بتاعه اللي بالازرق، وادي العضله والله، وادي الصفيحه بتاعتها، الجزء بتاعها اللي احنا هنمسك فيه. فلما كنا بنعرف هنا، سيبك من الرسمه دي، كنا بنعرف الوصله العصبيه العضليه ازاي؟ هي موضع او مكان اتصال، اتصال مين بمين؟ التفرع النهائي بتاع الليف العصبي الحركي بالصفيحه النهائيه الحركيه بتاعه الليف العضليه، صح؟ طب ما تيجي تعرف هنا اهو، موضع او مكان اتصال الحاجه اللي بالازرق ديت اللي هي تفرع نهائي بتاعه الحاجه اللي بالاسود اللي هو الليف العصبي الحركي بمين؟ بالحاجه اللي بالاحمر، بيتصل بالاحمر ده اللي هي الصفيحه النهائيه الحركيه بتاعه الحاجه اللي بالاسود اللي هي الليف العضلي. هقولها اخر مره، احنا عندنا فريقين، فريق الاعصاب بالاسود وفريق العضلات برضو بالاسود، دول الحاجتين الكبار اللي هو جهاز الكمبيوتر، واحنا عندنا بقى من خمسة لمية، احنا هنا عندنا خمس اجهزة كمبيوتر، وفي سلك كهرباء كبير ماشي في السايبر كله اللي هو الليف العصبي الحركي. السلك ده هو ماشي لازم يطلع منه تفرعات لكل جهاز، تفرع لجهاز، وانت رايح التفرع عمال يشاور يدور على الكابل، لا الكابل قام جاي داخل فيه، التفرع اهو اللي هو التفرع النهائي اللي بالازرق، الكابل اللي هيمسك فيه اسمه الصفيحة النهائية الحركية. فانت كده عملت وصلة سلكية كمبيوترية، فاهميني؟ وصلة ما بين السلك والكمبيوتر، كأنك عملت وصلة ما بين العصب والعضلة، فهي عصبية عضلية. ده الفكرة كلها. طيب هو لو انا قلت لك انا عندي مش ديت كده على بعضها، دي على بعضها كده يا جماعة اسمها وحدة حركية. كده وحدة. ممكن تلاقي كمان وحدة حركية هنا. تمام؟ لقيت في الوحدة الحركية ديت مثلا يعني 15 ليفة عضلية. ركز الله يكرمك. ال 15 ليفة دول يبقى في كام سلك كبير؟ واحد برضه. واحد. هو أي سايبر بيبقى فيه سلك واحد. سواء السلك دوت بقى هيغذي خمس أجهزة أو 500 جهاز، بص هو واحد ليف عصبي حركي زائد من خمسة، الواحد ممكن يغذي خمسة، ممكن يغذي 99، ممكن يغذي 37، ممكن يغذي 100. عادي. مش ديت وحدة حركية يبقى فيها ليف عصبي حركي، معلش عشان يبقى كل الألوان ثابتة، المفروض هنا بالأسود صح؟ أهو ليف عصبي حركي. وفيها 15 ليفة، يبقى هيطلع كام تفرع؟ 15 تفرع، يبقى فيه 15 تفرع. طيب كل ليفة عليها كام حتة حمراء؟ واحدة، يبقى فيه كام حتة حمراء؟ 15، يبقى فيه 15 صفيحة. بص كده، بص الجملة اللي جاية ديت عشان أنا بحبها قوي. ديت ليفة عضلية، صح؟ بيبقى عليها صفيحة نهائية حركية. جاي لها تفرع نهائي. كل ليفة عضلية عليها صفيحة نهائية جاي لها تفرع نهائي عامل وصلة عصبية عضلية. كل ليفة عليها صفيحة جاي لها تفرع عامل وصلة. فلو قال لك عندي 1000 ليفة يبقى 1000 ده في العضلة كلها مش في وحدة، ما انتوا عارفين ان احنا خسرنا 100، انا بتكلم عن العضلة ككل. عندي 1000 ليفة يبقى عندك 1000 صفيحة و1000 تفرع و1000 وصلة. طب ال1000 ليفة دول، ركز بقى في الحتة اللي جاية دي عشان نختم، ال1000 ليفة يعملوا كام وحدة حركية؟ واحدة. واحدة؟ ازاي ال1000 يعملوا واحدة؟ 10؟ على بالظبط، انا عايز كلمة على حسب دي. انا معايا 1000 ليفة، 1000 في العضلة كلها، يعملوا كام وحدة حركية؟ تقول لي والله ما الوحدات الحركية دي انواع يا باشا، يعني ممكن نقسمهم لك خمسات، ممكن نقسمهم لك ستات، بس بلاش ستات عشان ما تبقاش مشبوه، ممكن نقسمهم لك ثمانيات، 37ات، 45ات، 100ات، براحتك. قلت له بص انا عايز، كان رايح لواحد بتاع قصب مثلا، قال لي انت معاك 1000 عود قصب. قلت له بس انا هشيل العظام القصب دي ازاي؟ قال لي يا باشا بنقسمهم حزم. قلت له حلو، الحزم عندك بكام؟ قال لي والله بص ممكن اقسمه لك حزم صغيره 5 ب 5، ممكن اقسمه لك حزم كبيره 100 ب 100. قلت له بص انا عايز اكبر عدد من الحزم عشان انا همشي على الناس في الشارع واوزع الحاجات دي. قال لي خلاص نقسمهم خمسات يا باشا. قلت له يعني كده هتعمل كام حزمه؟ قال لي ثواني، انت معاك 1000 وعايز اكبر عدد ممكن من الحزم، اقسم على الخمسه، 1000 على 5 يساوي 200 حزمه. عندي 1000 جهاز كمبيوتر وعايز افتح بيهم سايبرات. قلت لك انت عايز السايبر دوت يبقى سايبر كبير ولا سايبر صغير؟ قلت لي بص انا عايز سايبرات كتير
سايبرات كتيره. قلت له خلاص الالف دولة نقسمهم كل خمسه لوحده هنعمل 200 سايبر. قلت له بص بص البلد اصلا مش كبيره، انا عايز السايبر يبقى في مكان واحد باداره واحده ونسهل على نفسنا، انا عايز اقل عدد ممكن، اقل عدد ممكن. يبقى هنقسم على الكام؟ على 100. 1000 على 100 فيطلع لك 10 سايبرات بس. يبقى تاني، لو مديك العدد الكلي للالياف في العضله كلها اللي هو 1000، وقال لك انا عايز اكبر عدد ممكن من الحزم او اكبر عدد ممكن من الوحدات الحركيه، اقسم على على 5، ما انت عايز عدد كبير كتير. لو عايز اقل عدد قول لا جمعهم ميات. هقولها لك بمثال تاني، يوم العيد انت صاحي من النوم وتبص في جيبك لقيت 100 جنيه. 100 جنيه وانت بتفتكر عندك 15 اخت وكل اخت ما شاء الله جايب لها 17 عيل كتير، ولازم تدي العيال دول كلهم عيديه وانت اصلا اخر الشهر ومعكش، هي ال 100 جنيه اللي حيلتك. هتروح على اقرب واحد بتاع يفك الفلوس. انا عايز بقى ايه؟ ما هو للاسف ما ينفعش جنيهات. اقل حاجه 5 للاسف. اقل حاجه 5، اصل الجنيه دوت هيفتكر ان انت منوفيه. المهم ما ينفعش هتدي اصلا ايه؟ عاديه جنيه. فهتقوم جاي له بص اتفضل ال 100 جنيه دي تفكها عشان ادي العيال ولاد اخواتي عاديه. الراجل هيقول لك هي مش العاديه بتتاخد 100 جنيه؟ قول له لا الكلام ده ما ينفعش، لو 100 جنيه كده انا محتاج قرض من بنك ناصر، مش هينفع. قال لي يعني اسمها كام؟ 50. يا عم بقول لك العيال كتير. قال لي يعني انت عايز ايه؟ بص كده. قلت له انا عايز اكبر عدد ممكن من العيديه. قال لي بص والله ما عنديش اقل من 5، انا ببدا ب5. قلت له خلاص انا مش عايز اكبر عدد، قسمهم لي خمسات. فاداني 20 5، فانا اقدر دلوقتي اوزع 20 عيديه. صحيح الواد ابن اختي هيقوم جاي، انا طبعا انا الكبير واخواتي البنات مش متجوزين بس ما علينا نفترض يعني، فهيقوم جاي بص ل 5 جنيه كده ويروح، وامه هتشتمني في سرها والكلام ده، بس مش مشكله اطلع من المأزق. حلو. فلو انت عايز عدد كبير قسم على 5. طيب لو انت نفس ال 100 جنيه كده وعايز تطلع صدقه، هتقعد بقى تقسمها هي ال 100 جنيه على بعضها؟ هي ال 100 جنيه على بعضها وخلاص. فلو انت عايز اصلا مش هقعد الف كتير، هي الصدقه هخرجها وخلاص، فتقسم على 100، 100 على 100 فيها الواحد. حلو. يبقى لو عايز اكبر عدد بقسم على 5، اقل عدد بقسم على كام؟ على 100. نقول مسألة. ما مش هنمسح والله. طيب انا عندي مثلا 1500 ليفه عضليه في عضلة، طبعا مش في وحدة، اكيد في العضلة كلها. عايز اكبر واقل عدد ممكن من الوحدات الحركية. لو اكبر عدد هتقسم على كام؟ على 5. ف 1500 على 5 فيها 300، هنقسم على 5 فيبقى بتساوي 300. لو عايز اقل عدد هنقسم على 100 فتطلع كام؟ 15. تمام. السؤال سهل، ندخل على اللي بعد كده، ركز معايا ثواني. مش انا اديتك معطى اللي هو 1500 لفه عضليه، انا هديك كمان معطى. اذا كانت العضله تحتوي على 30 ليف عصبي حركي، احسب 1 عدد الوحدات الحركيه. بالظبط هيبقى كام؟ عدد الوحدات. انت كنت هتقولي حاجه؟ مش على حسب. لا عدد الليفات بيساوي عدد الوحدات العضليه. هيبقى بكام الاجابه؟ 30. جماعه انا قلت لك انا عندي 30 سلك كبير، يبقى عندي كام سايبر؟ 30 سايبر. مش كل سلك بيدخل سايبر، مش كل الليف العصب الحركه بيعمل وحده حركيه. فلو انا اديتك عدد الوحدات هتقول لي عدد الالياف. طب لو اديتك عدد الالياف ما تعرفش تجيب عدد الوحدات يعني؟ دايما بتشلوني في حته مسائل الاحياء. قلت لكم بتبقوا في الفيزياء جبابره وعادي، تيجي في الاحياء ما بتبقوش في جبابره يعني، انتوا هنا وهنا يعني احمير في كل. طب ليه؟ طب ما سيبني واخد عنكم فكره. اصل بصوا يا جماعه الحاجات ديت مش مسائل رياضه، دي مسائل بتاعه رابعه ابتدائي والله بجد. لو احنا عندنا 30 مدرس نقدر نفتح كام فصل؟ 30 فصل.
مش كل مدرس بيغذي 50 طالب ولا من 5 ل 100 طالب لو 5 برايفت. يعني اقولها لكم بالسلوك بالسايبرات بالمدرسين. طب اعمل ايه تاني؟ عندنا 30 مدرس يبقى عندنا 30 فصل، عندنا 30 ليف عصبي حركي يبقى يقدر يعمل 30 وحده حركيه. طب استنوا عشان ان شاء الله اللي جاي هتجاوبوها. احسب 2 بالراحه. احسب عدد الالياف العضليه في كل وحده. احنا عندنا معطيين يا جماعه ما تنسوش، عندنا 1500 طالب و30 فصل. ها يبقى كل فصل فيه كم طالب؟ هقسم كم على كام؟ 50. احسنت. انا كنت عايز الفكره، مش انت شغال آلة حاسبه معايا يا محمد. جماعه والله الموضوع سهل، معايا 1500 برتقانه و30 جردل، يبقى كل جردل فيه كام برتقانه؟ 50 جردل. 50 برتقانه في الجردل، 50 طالب في الفصل، 50 ليفه في الوحده، 50 كمبيوتر في السايبر. ما اظنش ان في اقل من كده. طيب كمان واحده والنبي يا ريس. طيب رقم 3، احسب عدد التفرعات، بالله عليكم استنى، التفرعات النهائيه ما تغلطوش في العضله كلها. 30 واحد 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 واحد. انا هتشل. اقرا 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 عدد التفرعات في العضله. 1500. لا ده بص هقولها تاني، هقولها تاني، انا مش هقول حاجه جديده بس هقولها بطريقه وانتوا حاولوا تدخلوا كده في مود التفكير. انا عندي 1500 عضله، تمام؟ يبقى عندي كام تفرع نهائي؟ عندي 1500 جهاز كمبيوتر، يبقى محتاج كام فيشه؟ 1500. طيب 1500، طب 4، عدد التفرعات النهائية في الوحدة الواحدة. 50. 50. عدد الكمبيوترات في الوحدة ب50، كل كمبيوتر جاي له سلك. دي كده عضلة. واللي انا برسمها ديت وحدات حركيه، وحدات حركيه. يبقى فيها كام وحده حركيه؟ 1 2 3 4 5. يبقى جاي لها كام ليف عصبي حركي؟ الحمد لله، الحمد لله، بدايه مبشره. لا انا اسف لا سمح الله يعني. طيب يبقى كده 5 وحدات حركيه يساوي 5 الياف عصبيه حركيه. طيب هبدأ دلوقتي أقول عدد الألياف العضلية في كل حزمة أو في كل وحدة. يعني هنفترض هنا مثلا 10، دي بالإنجليزي 10، هنا كمان هنا 15، وهنا 5، وهنا 5. حلو. طيب نسميهم برضو أسامي تانية، يعني ألف ب ج د ه. ألف ب ج د ه. أنا عمري ما عملت المثال دوت بس خلاص بقى، يعني إيه لازم نقول المثال دوت عشان إيه ننزل تحت خالص، بس إن شاء الله هنطلع مع بعض. يعني أنا نازل، أنتوا كلكم فوق على فكرة يا جماعة، أنتوا شاطرين والله، أنتوا مستنيني فوق في 3 4 بس، أنا نازل أجيبهم من تحت وطالع، بس انزلوا معايا معلش، خدونا على قد عقلي. عدد الألياف العصبية، وبعد كده الألياف العضلية، بعد كده الصفائح النهائية، التفرعات النهائية، وفي الآخر الوصلات العصبية العضلية. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الألف فيها كام ليف عصبي حركي؟ كل وحدة حركية جاي لها ليف عصبي حركي واحد، الحمد لله. الألياف العضلية أنا كاتبهم لك، ألف فيها كام؟ 15، 10، 10، 5، 5.
اظن ان احنا انتوا فاهمين هنعمل ايه. طب انا هقول جمله، هقول جمله وهتبقوا فاهمين ان احنا خلصنا اصلا المساله. الجمله الخالده اللي عمركم ما تنسوها: كل ليفه عليها صفيحه جاي لها تفرع عامل وصله. كل ليفه عليها صفيحه جاي لها تفرع عامل وصله. طيب مش عدد الالياف يبقى عدد الصفائح، عدد التفرعات، عدد الوصلات. على فكره احنا خلصنا الجدول اصلا. طيب والله جدول خلص. طيب في حاجه ثانيه ممكن بقى يجي يقول لك ايه عدد الالياف او عدد نقول ايه الوصلات العصبيه في الف وب وج، اجمعهم 35. مش هما فيهم 35 ليفه عضليه وكل ليفه عليها وصله، عندها وصله يعني، خلاص يبقى 35 وصل. الموضوع بسيط والله، ما فيهاش اي حاجه. طيب يلا بقى عشان ناخد نفسنا ونقول شويه افكار. احنا هنعمل مقارنه دلوقتي، اللي جاي ده كله فهم بقى. دي شويه ملاحظ محتاج تركز بقى، تركز فيها قوي. احنا هنقارن ما بين شخصين مشهورين جدا في مصر. عارفين الراجل ده؟ بيج رامي. طيب اكيد مين التاني؟ مو صلاح، محمد صلاح. طيب البيج رامي بالنسبه للعضلات كبيره ولا صغيره؟ كبيره. كبيره بس. طيب خلي بالك ما حدش يقول لي عضلات محمد صلاح صغيره، هي احنا بنقارن بالبيج رامي، فدي ايه؟ صغيره مقارنه بالبيج رامي. حلو. طب مين فيهم اقوى؟ يبقى كبيره وقويه، يبقى دي ضعيفه. هي مش ضعيفه، هي ضعيفه مقارنه، عشان ما حدش يحسسني ان احنا بنشتم محمد صلاح يعني. طيب مين اسرع؟ محمد صلاح. يبقى دي سريعه انما ديت بطيئه. طيب بالنسبه لكلمه كبيره ديت، هي مش كبيره عشان فيها الياف كتير، يبقى اعلى في عدد الالياف. هنا اقل في عدد الالياف. طيب لو احنا هنشوف نفس الشخص يعني احمد الجوهري مثلا ونقارن ما بين عضلتين في جسمه، عضله مثلا زي عضله الساعد، عضله من عضلات الساعد. على فكره الساعد لوحده بس في 20 عضله، ده هو بس في 20 عضله، فمعنى كده ان العضلات صغيره ولا كبيره؟ صغيره. فانا اقول مثلا عضله الساعد قصاد عضلة مثلا عضلة من عضلات الظهر أو عضلة من عضلات الكتف. عضلات الساعد ديت مثلا ممكن نقول عارفين جفن العين؟ ما احنا بنتحكم فيه، بنفتح ونقفل، فهو عضلة إرادية يعني جفن العين. نفس الفكرة لو أنت بتقارن عضلة الظهر بعضلة جفن العين، فعضلة الظهر كبيرة وقوية ولكنها إلى حد ما بطيئة لان عدد الالياف فيها كتير. طب هي ليه بطيئه؟ تخيل كده ان انت عايز تشغل بنفس السلك، سلك الكهرباء ده، عايز تشغل 100 جهاز كمبيوتر، هياخد نفس الوقت بتاع لو عايز تشغل خمس اجهزه. خمس اجهزه هيشتغلوا اسرع، انما ال 100 جهاز ده هياخد وقت. تمام. لو انت مثلا على الكمبيوتر فاتح خمس برامج مع بعض، يعني ده الرامات هتفرقع، فهتاخد وقت، هتاخد وقت شويه عشان خمس اجهزه يفتحوا، انما لو فاتح جهاز واحد او فاتح برنامج واحد هيفتح بسرعه. فانت هنا الليف العصب الحركي بيغذي عدد الياف قليله فتبقى سريعه، هنا الليف العصب الحركي بيغذي عدد الياف كتير فتبقى بطيئه. ولكن عدد الالياف الكبير دوت بيديها قوه، عدد الالياف القليل بيسحب منها القوه ويديها ضعف. ففي ميزه وعيب، في ميزه وعيب. وخلي بالك هي مش ميزه ولا عيب ولا حاجه، هما الاثنين كلهم مميزات، لان سبحان الله ربنا خلق عضلات الظهر مش عشان السرعه، عضلات الظهر عشان القوه، صح؟ عشان لو انت هتشيل حاجه، عشان عضلات الظهر دي تحافظ على اتزانك طول اليوم. فاكرين عضلات المضاده للجاذبيه الانتي جرافيتي، عضلات الرقبه والجذع والاطراف السفليه، فالعضلات دي محتاجه قوه مش محتاجه سرعه. انما عضله جفن العين اهم حاجه فيها السرعه، عشان حته الرمش، الرمش ده اصلا فعلا منعكس. انتوا عارفين لو انت مثلا عامل كده وبعدين بتلف وفي تراب هيجي في وشك، انت بتقفل عينك قبل ما التراب يدخل، وبعدين انت بتسال هو انا قفلت عيني ليه؟ فاهمين حاجه؟ يعني على فكره دي فعلا منعكس لا ارادي، لا ارادي بيحصل، وبعد كده بتدرك ايه ده كان في تراب هيجي في عيني فانا قفلت عيني. نفس الفكره بتاعت اللسعه، لو انت بتتلسع على البوتاجاز ولا حاجه بتشيل ايدك وبعد كده بتدرك يا لهوي ده انا كنت هتلسع،
طب ايه الفكرة؟ اصل تخيل لو الموضوع ده ارادي يعني بمزاجك وانت دلوقتي بتتلسع وبتتكلم في التليفون مثلا، فانت دماغك مركزة في التليفون وهتتفحم يعني عمال ما تاخد بالك من الحوار اللي هنا ما هتتفحم. فسبحان الله من رحمة ربنا شيل ايدك وبعد باخد بالك بقى ده احنا كنا هنتلسع، ده احنا عيننا كانت هتتفخت، فاهميني؟ فدي من رحمة ربنا. فهنا يهمني السرعة قوي، ما يهمنيش القوة. ما انا مش هروح الجيم اشيل اوزان في عينيا يعني، هركب انا ضوامل واقعد اربش كده، مش هينفع يعني، فاهمني؟ تمام. فكلما زاد عدد الالياف زاد حجم العضله وزادت قوتها، كلما وخلي بالك وقلت سرعتها. يبقى لو احنا بنرسم علاقه بيانيه، هو بصوا انا عايز افهمكم حاجه بس في الشرح، رسم العلاقه البيانيه هل انا لازم ارسمها علشان ابقى شرحتها؟ مش انتوا فهمتوا المعلومه؟ فاهمينها صح؟ لو انا قلت لك هنا مثلا عدد الالياف وفي العلاقه الاولانيه حطيت القوه، يبقى العلاقه مالها؟ طرديه. طب حطيت السرعه عكسيه بس. فانت لو انت عندك المعلومه تقدر تحولها لرسمه، تقدر تحولها لرسمه بيانيه، تقدر تحولها لمخطط، تقدر تحولها لاي حاجه، لان دي مهارات. دي يا جماعه اسمها مهاره مش معلومه، دي مش المعلومه، دي تحويل المعلومه الى رسمه بيانيه. التحويله دي عباره عن مهاره، وده اللي بيوسف الامتحان على فكره، ده اللي هو بيوسف الامتحان. لما يجي يقول لك مثلا انت عارف معلومه ان دراعاتك هي اللي بتعمل كده، فيجيب لك واحد بيعوم يقول لك تفتكر اللي بيعوم دوت بيشغل ودنه ولا بيشغل قفاه ولا بيشغل دراعاته؟ سبحان الله بيشغل دراعاته، فاهمني؟ سؤال عبيط بس هو ربنا يسامحه. السؤال ده كان جاي في 2021، جايب لهم واحد لابس كاب، الرسمه في الامتحان بتاع اللي هم مستلمينه كان لابس كاب، كاب اللي هو كاب اللي هو طالع لقدام ده، يعني بتوع السباحه ماشي بيلبسوا حاجه كده على دماغهم بس مش طالع لقدام. رسم لهم الكاب وواحد عامل كده، هم فاكرينه بيجري، مش باين ان هو بيسبح اصلا. العيال خارجين بيجري يبقى بيشغل رجله، والله كانت مأساة، رسمة غبية. كتاب الامتحان مثلا او الكتب الخارجية بعد كده جابت رسمة باينة وملونة طبعا، فبيبقى باين ان البحر لونه ازرق، فاهميني؟ ففي امواج في الموضوع، انما التاني كان عامل كده وفي كاب، طب افهم ايه؟ وعاملين خطين كده، قال يعني طب ايه ده؟ طب ما يمكن مثلا في سور ولا حاجة. والله بجد انا لما شفت السؤال انا ماشي، انا خدت بالي ان هو بيسبح، بس في عيال كتير قالت لا ده ما شكله بيجري، فغلطوا بسبب الموضوع ده. انا عايز اتكلم عن معلومه هقولها، احفظها، هفسرها، فهمتها ما فهمتهاش لازم تفهمها ان شاء الله. طيب، كلما زاد عدد الوحدات الحركيه زادت دقه العضله. يعني ايه؟ بص كده، لو انا افترضت ان العضله ديت فيها وحدتين حركيتين، فانا هشغل واحده فهتبقى عامله كده، هشغل الثانيه فهتعمل كده، صح؟ لو انا شغلت الاثنين مع بعض هتعمل كده. طيب لو كان فيها ثلاث وحدات هتعمل كده وكده وكده، فالدقه زادت، انا بقدر اركز في مناطق معينه. طب لو فيها 20 وحده، لا ده انا اقدر اعمل كده وكده وكده وكده، فتبقى دقيقه. دوت معناه ايه؟ لو انا مثلا عايز انشن العضله اللي هنا ديت اللي بتخلي دراعي يعمل كده، وعايز انشن على كذا تارجت، هنفترض العضلة دي فيها وحدتين بس، وأنا بادئ إيدي كده مفرودة خالص، العضلة مفرودة في وضع الانبساط، فأنا هقدر أنشن هنا في وضع الانبساط، وأنا قلت لك فيها كام وحدة؟ اثنين؟ أدي واحدة، فأقدر أنشن هنا وهقدر أنشن هنا. طيب بالنسبة للحاجات اللي في النص دي كلها مسد، مش هتقدر تجيبها. ليه ما عندكش وحدات؟ وإلا بقى أنت محتاج تقعد تعمل كده، فاهميني؟ لكن لو فيها وحدات كتير، لا انا اقدر اشغل وحده صغيره، لو هي فيها 50 وحده فانا اقدر اعمل 50 جريدنج، ترتيب، يعني اقدر اعمل كده وكده وكده وكده. ليه؟ ما انا عندي 50 وحده اقدر اشغلهم، اقدر اشغل واحده اثنين سبعه، فاقدر اركز في المكان اللي انا عايزه بالظبط. انتوا عارفين مين اكتر عضلات فيها وحدات حركيه كتير؟ عضلات الساعد. لا الساعد هم خلي بالك مش عشان 20 عضله، كل عضله منهم رغم انها صغيره فيها وحدات حركيه كتير، كل وحدة فيها خمس ألياف صغيرة بس إيه كتير كتير في العدد. فبالتالي وانت بتكتب إيدك بتكتب بإيدك إيه؟ بتكتب بإيدك، بتكتب اسمك يعني، فانت ممكن تقعد تفنن بقى وتتني كده عند كام ملي ومش عارف إيه وهوت، فاهميني؟ براحتك. طب تخيل كده ان انت عايز تكتب اسمك بكتفك، تحط القلم هنا كده، انتوا عارفين ان هاخد الصبورة كلها. ليه؟ لأن عضلة الكتف مش مطلوب منها الدقة. للدقة عضلة الكتف مطلوب منها القوة. فتلاقي مثلا بص كده، تلاقي مثلا فيها 10 وحدات حركية، انما هنا فيها 20،
هتقولي بس دي كبيره المفروض يبقى فيها اكتر. ما هو ال10 هنا 10 من 100 من الكبار، 10 في 100 ب 1000، 1000 ليفه. انما هنا 20، 20 من 5، 20 في 5 ب 100. فهمتوا حاجه؟ تاني انا هقارن دلوقتي بين عضله الساعد وعضله الكتف. ديت فيها عدد الياف اكبر او عدد وحدات اقل، فيها 10 وحدات. ديت فيها 20 وحده. 20 وحده، يبقى ديت بص كده ادق. لان كلما زاد عدد الوحدات زادت ايه؟ الدقه. هتقول لي بس ثواني، مش كل مش 10 وحدات وهنا 20 يبقى الساعد المفروض يبقى اكبر من الكتف؟ لا، لان عادي ال10 وحدات دولت 10 10 10 من الكبار، 10 في 100 ب 1000 ليفه، فاهمني؟ انما هنا هم 20 بس صغيرين، 20 في 5 ب 100. يبقى هنا بص كده عدد الياف اكبر، يبقى هنا اقوى. دي ادق بس ديت اقوى. دي مش مطلوب منها قوه، مطلوب منها دقه عشان الكتابه والخياطه ولضم الابره والحاجات البسيطه دي والكتابه على الموبايل، فاهمين؟ انتوا اصلا الكيبورد فيها مش عارف حاجات كتير قوي، وانت بتقدر تتنقل منهم بسهوله بدون ما تعمل حاجه غلط. ليه؟ لان العضلات بتاعه الصابع دي جايه من الساعد اصلا، الساعد هو اللي بيحرك الصوابع، صح؟ فالعضلات ديت دقيقه جدا. انما تخيل كده انت بتعمل كتفك، ده انت محتاج 5 اجهزه كل جهاز عليه حرف، تعمل هنا كده، فاهميني؟ ما انا هجيبها ازاي؟ مش هعرف يعني، هي الحركه هتنقلني 5 متر قدام. فديت مش دقيقه انما قويه. في ناس بقى بيبقى مطلوب منهم دقه في العضلات ديت، دول بقى اللي هم ايه، بيبقى في دقه كده في الحركه، مش دول ناس معينين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. امين. الشد العضلي والاجهاد، خلاص بقى. احنا دلوقتي هنتكلم عن شخصين. الشخص الاول هو الشخص المحترم. مين الشخص المحترم دوت؟ الشخص اللي هو اللياقه البدنيه بتاعته كويسه جدا، قلبه سليم، بيلعب كارديو او بيلعب رياضه كتير، الرئتين بتوعه سلام، ضغط الدم عنده مظبوط، العضلات عنده قويه، كل حاجه سليمه، تمام؟ فالراجل دوت بص كده، الكبد عنده سليم، بياكل اكل صحي، فالكبد مخزن جلايكوجين كويس، وعنده الرئتين سلام، فبيحصل على اكسجين كويس، والقلب عنده سليم، فالجلوكوز اللي بيروح هنا والاكسجين اللي بيرجع هنا، يبقى هنا القلب وهنا جلوكوز. وبعد كده عنده الاوعيه الدمويه، الضغط مظبوط، فبالتالي العضله بتحصل على الطلبات بتاعتها، اللي هي مين الطلبات دي؟ الجلوكوز والاكسجين، جلوكوز زائد اكسجين. فلما يجي لها جلوكوز واكسجين بتعمل حاجه اسمها تنفس خلوي. ماله؟ هوائي ولا لا هوائي؟ هوائي، ما في اكسجين. التنفس الخلوي الهوائي دوت محترم جدا، بيطلع 38 اي تي بي زائد سي او 2 زائد اتش 2 او 6 6 6. طيب فين الاحترام في الموضوع؟ مش شايف يعني، مش فاهم. ال 38 اي تي بي دولت كتير جدا، كميه طاقه كبيره تطلعهم من جزء جلوكوز واحد. تاني حاجه ان السي او 2 والاتش 2 او دي فضلات، ولكن فضلات ركز كده خفيفه. يعني ايه خفيفه؟ يعني غازات. يعني ايه غازات؟ يعني يسهل التخلص منها. يعني الزباله ديت بتبقى رخمه قوي لو انت عندك 500 كيس زباله وكل حاجه متنطوره في حته وتقيله، مش هتعرف تتخلص منها. انما لو حاجات خفيفه عادي يا عم، ده هتشيل الاكياس كلها ترميها بسهوله. يعني دول عشان اتخلص منهم محتاج اعمل ايه؟ بس يعني فاهميني؟ هواء الزفير. عشان تتخلص من الفضلات محتاج بس تتنفس، يعني انت تتخلص منهم وانت مش واخد بالك اصلا. وكمان عندك 38 جزيء اي تي بي من جزيء جلوكوز واحد، خلي بالك. ما بالك بقى لو حرقت 100 جزيء جلوكوز، 3800، فاهمني؟ كتير جدا. وانتوا عارفين ان الاي تي بي احنا محتاجينه للانقباض والانبساط. فلو المشوار وانت رايح، يعني الانقباض مثلا ب 2 اي تي بي، فانت دلوقتي تعرف ادي 2 ادي كمان 2 يبقى 4 2 2، يعني انت ممكن تنقبض بتاع 14 15 مره، ولا كام مره؟ تقريبا اسم 10 مرات تقريبا بجزيء جلوكوز واحد. احنا دلوقتي بنفترض ارقام، اذا كان الانقباض ب 2 اي تي بي والانبساط ب 2 اي تي بي، يبقى انا اقدر اعمل كده انقباض وانبساط ب 4 اي تي بي. طب انا معايا حوالي 40، يبقى اقدر اعمل انقباض وانبساط 10 مرات بجزيء جلوكوز واحد. فده راجل محترم. تاني،
احنا نجيبها بالمعكوس. علشان العضله تشتغل كويس محتاجه تنفس خلوي، ماله؟ هواء. هواء يبقى محتاج ايه؟ اكسجين وجلوكوز. طب هو مين اللي بيجيب الحاجات دي للعضله؟ الدم، فلازم الضغط يبقى مظبوط. طب هو مين اللي بيضخ الدم؟ القلب، فلازم القلب يبقى مظبوط. طيب القلب ده جايب الحاجات دي منين؟ جايب الجلوكوز من الكبد، فلازم الكبد يبقى مظبوط، وجايب الاكسجين من الرئه، فلازم الرئه تبقى مظبوطه. ده راجل محترم. في واحد تاني بقى ابيض يا ورد، الكبد بايظ. الكبد اكتر ناس بيبوظ عندها الكبد يا اما فيروس سي يا اما البلهارسيا، ودول عندنا احنا في الدول بتاعتنا يعني. الناس بره بقى اكتر ناس بيبوظ عندهم الكبد الناس الالكحوليكس، ان هم بيشربوا خمره. الخمره بتدمر الكبد والبنكرياس، تمام؟ فتلاقي ان الكبد عنده بايظ خالص، والرئتين عنده ضايعين، والقلب عنده فشل في عضله القلب. طيب هو كده هيحصل على الاكسجين كويس؟ هيحصل على الجلوكوز كويس؟ القلب اصلا بيضخ كويس، فالتالي اللي وصل للعضله تقريبا ما فيش جلوكوز وما فيش اكسجين، فالعضله تعمل تنفس خلوي لا هوائي. خلي بالك العضله دايما، على فكره العضله مصحه، دايما عندها مخزون. مش انتوا عارفين الجلايكوجين بيتخزن في الكبد والعضلات؟ فالعضله عندها جلايكوجين بس ما بتلجألوش طول ما جاي لها حاجات من بره. يعني انا محوش فلوس البيت، ماشي؟ محوش مثلا 1000 جنيه وانا بشتغل مثلا وبيجي لي دخل، هروح اصرف ال 1000 جنيه؟ لا، ما هو طالما في دخل جاي من بره خلاص سيب ال 1000 جنيه ده لوقت العوزه. هو ده وقت العوزه بقى. ان العضله مش جاي لها دخل. ليه مش جاي لها دخل؟ عشان ما فيش جلوكوز واكسجين. طب ليه؟ عشان الضغط واقع، عشان القلب بايظ، عشان الرئتين بايظين، عشان الكبد بايظ، عشان الشخص ده مهزق مش محترم، عشان كل حاجه عنده بايظه، تمام؟ فبالتالي تلجا ان هي تحرق الجلايكوجين اللي عندها وتحوله الى جلوكوز، ولكن للاسف مفيش اكسجين. فلما تيجي تحرقه هتعمل تنفس ماله لا هوائي. تخيل بقى النتائج بتاعه التنفس اللاهوائي ايه؟ مصيبتين. ادي المصيبتين الاولانيين، 2 اي تي بي. هتقول لي بس الاي تي بي حلو؟ المشكله مش في الاي تي بي، المشكله في الرقم ده. 2 جزيء الجلوكوز بعد ما كان بيطلع لي 38 اي تي بي بيطلع لي 2 اي تي بي. خلي بالك ده ال 2 اي تي بي دول يكفوا ايه؟ انقباض. انقباض مش انقباضه واحده، هي فعلا انقباضه، يعني حتى مش هتنبسط. تعرف ده معناه ايه؟ ذهب ولم يعد، ركب النقى وشرخ. العضله انقبضت ولم تنبسط، يعني شد عضلي. ده مصيبه. كان ابوك بيقول لك ايه؟ بص يا حبيبي، انت هتروح عند عمتك في السودان، هتودي لها بس حاجه وترجع تاني، وخد 38 جنيه. طب نوقف السودان منين يا عم؟ على اول الشارع، المروح ب 2 جنيه والرجوع ب 2 جنيه، وهو مديك 38 جنيه. طب والله ابوك راجل محترم، كويس. هروح ب 2 جنيه وارجع، وارجع ب 2 جنيه ويتفضل معايا فلوس، ولو نسيت حاجه عندها ارجع اجيبها، فاهمني؟ يعني حاجه كويسه جدا. هيقول لي هتاخد شويه زباله وانت نازل، قلت له فين دلوقتي؟ قال لي الكيسين الصغيرين اللي هناك دول. طب زي الفل، مفيش مشكله خالص. بص هنا بقى، انت هتروح عند خالتك فخر الدنيا ب 2 جنيه. طب ما انا، طب هو المشوار اصلا رايح كام؟ ب 2 جنيه. يعني دوت ده بقى اللي هو ايه؟ ذهب ولم ركب الناقه وشرخ، اللي هو انقبض ولم ينبسط. العضله معاها اي تي بي يكفي شغل الروابط المستعرضه. انتوا عارفين انها جشعه، تيجي تقول لها فكي تقول لك ما معكش فلوس. طب يا ست الحاجه، كده كده عيب، كده قله ادب، انا هبات في الشارع. معلش هات فلوس افك، معكش فلوس شد عضل على طول. دي المصيبه الاولانيه او المصيبتين الاولانيتين. في كمان مصيبتين ارخم من اللي فاتوا. 2 جزيء حمض لاكتيك. حمض اللاكتيك دوت انا بسميه التقيل الرخم، بكرهه. يعني ايه تقيل؟ شايفين السي او 2 كم كربونه؟ انا بقول المركب ده كربونه واحده، وحادي الكربون، غاز ولا صلب؟ غاز، فيسهل التخلص منه، خفيف وسهل التخلص منه. انما دوت حمض اللاكتيك لما تاخدوه ان شاء الله في اخر السنه في الكيمياء العضويه هتعرفوا ان هو عباره عن CH3CH2C OH كربوكسي. دوت تركيب حمض اللاكتيك. هو كم كربونه كده؟ 3 3 سي. يعني بالله عليك ال 3 سي ديت هتبقى غاز ولا صلب؟ صلب، ماده صلبه. ماده صلبه يعني تقيله. يعني ايه؟ يعني يصعب التخلص منها. مش هينفع، هيفضل كابس على نفس العضل، ضيف ضيف على العضل على طول. عادي يا عم، احنا عادي بنستقبل الضيوف ومش مشكله يقعد عندنا شويه. ما هو المشكله ان هو ضيف رخم. يعني يا ريت بس بيقعد باحترامه. طول ما هو قاعد بيروح يضايق الاعصاب الحسيه، فيعمل الم في العضله ويعمل اجهاد او تعب. دي كلها مترادفات.
بصوا المسبطين اللي حصل، اجهاد عضلي وشد عضلي. الموضوع بسيط جدا، عندك اكسجين تنفس هوائي وكل حاجه جميله، 38 اي تي بي، كميه كافيه للانقباض والانبساط عده مرات فما يحصلش شد عضلي. وعندك مركبات سهله وخفيفه وغازيه يصل التخلص منها، اللي هي سي او 2 و اتش 2 او. ما معكش اكسجين، استحمل انت بقى، تنفس لا هوائي يطلع لك 2 اي تي بي. طب دول يكفوا ايه؟ يكفوا انقباض. ذهب ولم ركب الناقه وشرخ، انقباض بدون انبساط، فبالتالي شد عضل. تاني حاجه، 2 جزيء حمض لاكتيك. ايه المشكله يعني؟ مش مركب عضوي؟ اقول لك يقول لي بس المشكله فيه ان هو كم كربونه؟ فيبقى صلب ولا سائل؟ صلب، يعني هيسهل التخلص منه ولا صعب؟ فكابس على نفس العضل. يا عم عادي يقعد بس باحترام، والمشكله ان هو مش باحترام، المشكله ان هو رخم وهو قاعد بيضايق الاعصاب الهين، فيعمل الم او اجهاد او تعب. يبقى اذا دوت الاجهاد والشد العضلي كله بدا بان حصل تنفس لا هوائي. طب هو الشخص اللي عنده المشاكل دي طول الوقت عنده شد واجهاد؟ لا، في اوقات معينه. بص دلوقتي هنقولها بكذا مثال. المثال الاول، لعيبه الكوره مثلا. انتوا عارفين لو اللاعب هينزل دلوقتي الملعب لازم بيعمل تسخين. هو ايه التسخين دوت؟ كانه بيقول للرئه، يا رئه زودي معدل التنفس شويه وتمددي، والحويصلات تتمدد، والعضلات ما بين الضلوع تشتغل عشان تبدا تحرك الضلوع للامام والجانبين، والحجاب الحاجز يبدا يشتغل. يا قلب عايزين نزود عدد ضربات القلب شويه، والقوه والسعه وده كله، نرفع ضغط الدم شويه عشان فاكرين نظريه الخرطوم لما تضغط كده الدم بيندفع، نرفع الضغط شويه عشان نوصل العضله. يا كبد ابدا فك لي شويه جلايكوجين من عندك ونزلهم جلوكوز في الدم. دي مرحله التسخين، ويروح للعضله برضه يشغل الانزيمات والميتوكوندريا، كده جسمه جاهز. 5 دقائق 10 دقائق تسخين، ينزل الملعب جاهز وبيتنفس كويس جدا، قلبه شغال كويس جدا، فبيودي جلوكوز واكسجين كويس جدا، فالعضله شغاله كويس جدا، 38 اي تي بي وشويه فضلات خفيفه، فما يحصلوش حاجه. الشخص الثاني بقى، المدرب مثلا خلاص الماتش مثلا رايح لضربات الجزاء، وهو عمال يقفل ودفاع ومش عارف ايه، وجه في اخر 5 دقائق هوب دخل فيه جون، تحديدا في الدقيقه 85 45 ثانيه هوب جون القاضيه ممكن. فساعتها عمر السعيد هيقول لك ايه؟ انا هنزل دلوقتي هعوض. طب انا ونزل بس انا هنزل اجيب التعادل. في حد متابع معانا ولا ما علينا؟ ده كان ماتش كده حصل، يعني ماتش القرن من الاهلي والزمالك، فالماتش كان رايح ناحيه التعادل، فاللعيبه قاعدين خلاص هنلعب ضربات جزاء، فجاه الاهلي جاب جون، فلعيبه الزمالك المفروض ينزلوا يعوضوا في اخر 4 دقائق. طب هو التسخين 5 دقائق اصلا، يبقى المفروض ينزل من غير ما ايه؟ من غير ما يسخن. فاللعيب اللي نزل من غير ما يسخن دوت الرئتين مش واخدين بالهم، والقلب مش واخد باله، والكبد نايم في 7 نومه، هو هينزل ياخد سبرنت. دايما اللي بيحصل بقى هتلاقيه جاي بينقبض عادي، انقباض وانبساط في رجليه عادي، فجاه قام جاي عامل كده، تلاقي اللعيب قام عامل كده واقع على الارض. هو ايه اللي حصل؟ شايفين ايه اللي حصل في رجله؟ حصل انقباض في العضله الخلفيه ومش قادر يفردها، تلاقيه قام جاي نايم على ظهره، واللعيبه بسرعه قاموا جايين ماسكين رجله عشان ايه؟ يفكوا له الشد، يفرد رجله، صح؟ هو اللي بيحصل؟ العضله قفشه حرفيا، تمام؟ العضله قفشه خالص، فانت لازم تديها القاضيه ممكن، عشان في حد نزل من الكوي؟ مفيش؟ طب الحمد لله. من حاسس منوره كروس. طيب العضله وهي قفشه كده فاحنا لازم نديها القاضيه ممكن عشان تفك. طب يعني ايه نديها القاضيه ممكن؟ يعني تلاقي الشخص دوت قام جاي رايب وهم عاملين يفرد رجله عشان يفكوا الشد دوت. طب هو مش المفروض؟ لا مش هو بيشد وتر اخيل عشان بس عشان يفرد العضله الخلفيه، المشكله مش وتر اخيل. طب هو المفروض يفك لوحده بالاي تي بي؟ ما انا بقول لك ما عندوش تنفس، عنده تنفس لا هوائي، مفيش اي تي بي. فانت شايفين، انتوا عارفين الاي تي بي بنجيبه منين؟ اللاعب اللي بيفك، فاهمين؟ يعني الطاقه احنا بنجيبها من بره، احنا اللي هنعملها بالعافيه، اللي هو اللي انت عايز اي تي بي خد اي تي بي بس بالعافيه بقى اهو، نقوم جايين عاملينها كده. لان ايه؟ لا مش قوي كده، اصل يعني ما يعني ما فيش حد غبي للدرجه دي. لو احنا جبنا البيج رامي يفك الشد ممكن يقطع له الرباط، انما اللعيبه فاهمين يعني، فبالتالي ايه هيفك الشد بالشكل دوت. لو اتساب بالشكل دوت ممكن بيحصل حاجه اسمها اورجنايزيشن، يعني الحته العضله تمسك اكتر، ممكن يحصل حاجه اسمها نزيف عضلي او شد زائد عن الحد، وده بيحصل بقى في اللعيبه العناديه، اللي هو عارفين برضو بعض اللعيبه كده من كتر الجرينتا والحماس يبقى خلاص جاله شد عضلي ما ينفعش يكمل الماتش. اطلع يا حبيبي، يقول لك لا يا كابتن هكمل. هتكمل ايه يا حبيبي؟ هتخسرنا وتموت. يقول لك لا هكمل، هو اصلا مش قادر يمشي، العضله عامله كده في شد،
فيقوم جاي متحرك حركه غلط يحصل حاجه اسمها شد زائد عن الحد. الكلام ده عندنا على فكره، شد زائد عن الحد يعني ايه؟ هيحصل فيه كلمتين، تمزق في العضله ونزيف دموي. بعد ما كان هيطلع يتعالج اسبوع ويرجع للملاعب، مع السلامه بقى، عد لك شهرين بره ولا ثلاثه وتعالج، عشان التمزق دوت ممكن يحتاج عمليه، والنزيف الدموي دوت محتاجين برضو اسبيريشن، او ندخل بابره ونشفط الدم اللي اتعمل، او لو الدم اتجلط محتاجين عمليه كمان، عشان حضرتك من كتر الحماس وانا هنقذ الفريق وربنا لا كمل، لا ما تغيرنيش. ايه الحوار دوت كله؟ لا غالبا بيبقى في العضله الخلفيه او الضمه، دول اكتر عضلتين بيحصل فيهم مشكله في الرجل. المهم في مثال تاني، مثال تاني للشد العضلي. واحد مثلا قاعد بيتفرج على التلفزيون، قاعد بيتفرج على التلفزيون دوت، هو اصلا يعني من ساعه ما اتولد هو قاعد بيتفرج على التلفزيون، اصلا ما بيعمل اكتر مجهود عمله كان من زمان، من سنه 1900 وخشبه، ان هو مد ايده وجاب الريموت. تمام، كان مره عايز يجيب القناه الاولى فهمني، ففرد ايده قوي عشان يوصل لرقم واحد في الريموت، ده مجهود. دلوقتي هو قاعد في البيت فجاه بيسمع صوت الموتوسيكل بيدور، فبيبص على الترابيزه لها مفاتيح الموتوسيكل والنسخه الثانيه جوه في المكتب، فاذا الموتوسيكل بتسرق، فانت هتتحول من فرجه على التلفزيون سبرنت، هتنط من الدور الثالث وتجري في الشارع، تجري وراه جري، خد يلا مش عارف ايه، حرامي حرامي مش عارف ايه، بيبص تحت لان هو كان قاعد بال، فمش مهم الموتوسيكل بتسرق، فعمل يجري. هو هيمشي مثلا 100 هيجري 100 متر وبعد كده تلاقيه ومسك جسمه كله يا كلي، وعارفين اللي هو ايه، مش لاقي حاجه يقول يا كلي، قام جاي قاعد. ايه اللي حصل؟ حصل شد، حصل اجهاد، ما هو مش متعود على كده. دوت عامل زي اللعيب اللي نزل من غير تمام، دوت حتى لو سخن، سخن ايه؟ هو اصلا مش متعود على كده، ما هو ده المهزأ، ده المهزأ اللي رئتين بايظين من كتر القعده، والكبد متراكم عليه دهون من كتر الاكل الغير صحي، والقلب مش شغال، والضغط بايظ، والعضله مش متعوده ان هي تبذل مجهود، وفجأه مجهود فظيع. انقباض العضلات بصوره متتاليه وسريعه بيجري سبرنت، ففجأه بص كده، هو كان في البيت، في البيت كميه الاكسجين اللي محتاجها قد كده، عشان كميه الطاقه اللي بيبذلها قد كده، فاحنا زي الفل. فجأه بيبذل طاقه قد كده، عمال يجري في الشارع، والرئتين عمالين يجروا، يا استنى هلا، عمالين يا استنانا عشان نجيب لك اكسجين يكفيه، وهو مش ملحق، ما الرئتين مش متعودين، ففي فجوه، في فرق في الطاقه اللي هو محتاجها اكتر بكتير من الاكسجين اللي جاي له، فالحته دي كلها، المسافه دي كلها تنفس لها وقت، تنفس لها وقت، يعني اي تي بي كتير ولا قليل؟ حمض لاكتيك كتير ولا قليل؟ كتير، فيحصل شد الاي تي بي، ناقص الاي تي بي يخلي الرابطه المصارعه تنقبض ولا تنبسط، ذهب ولم يعد، ركب الناقه وشرح، انقبض ولم ينبسط، يعني شد عضلي، وتراكم حمض لاكتيك يعمل اجهاد عضلي، اجهاد عضلي او تعب او الم في العضل. طيب ثانيه واحده بس عشان في الحته دي، هل الشخص دوت هيفضل طول عمره مجهد وتعبان؟ لا، استريح، لما يستريح خلاص المجهود بيقل، فالاكسجين هيقابله، فكميه الاكسجين هتبقى كافيه، فتيجي تعمل اكسده لحمض اللاكتيك. يبقى بص كده، عند الراحه يساوي وصول اكسجين كفايه، الاكسجين هيزيد، فيعمل اكسده لحمض اللاكتيك، وديت حاجتين حلوين قوي. ما هو اكسده حمض اللاكتيك دوت هيطلع، طب انا عايز الناس تقول، لو احنا هنكسد اثنين جزيء حمض اللاكتيك هنطلع كام اي تي بي بالراحه؟ ايه اثنين جزيء؟ اثنين في ستة و هو اصلا جزيء الجلوكوز المفروض يطلع كام؟ احنا خدنا منهم كام؟ يعني الحرامي ده واخد كام جواه؟ 36. هتفهم حاجه؟ هما المفروض يطلع 38 اي تي بي، طلعنا اتنين بس، معنى كده ان ناقصنا كام؟ 36. مين اللي واخدهم؟ حمض اللاكتيك، فلما نكسده هنطلع ال 36 اللي كنا المفروض نطلعهم. تمام؟ يبقى بص كده، بص ثانيه واحده، احنا كده تخلصنا من حمض اللاكتيك، يبقى كده تخلصنا من الاجهاد. تخلصنا من حمض اللاكتيك يبقى تخلصنا من الاجهاد. وبقى عندنا 36 اي تي بي كافيين ان احنا نرجع من المشوار اللي احنا رحناه ده. نرجع مواصلات يعني، بقى معانا فلوس اهو، فيفك الشد. ايه اعتراضك؟ لا عشان انا يعني فاكره ان هو خلاص هيديني 2 اي تي بي واللاكتيك ده مالوش علاقه. مفيش حاجه بتضيع، مفيش حاجه بتضيع عند ربنا. مفيش حاجه بتضيع، الحمد لله اللاكتيك ده حرامي
لازم أن يرجع. هو دخل فيه زي 36 يعني. هم مش دخلوا فيه يعني، هم جزء منه. انتوا عارفين ان هي الطاقه دي عباره عن ايه؟ تكسير روابط كيميائيه، يعني كل رابطه عباره عن طاقه، لما بتتكسر الطاقه بتتحرر. هو خدهم كلهم في رابطه. اه ال 36 جواه. طب ما جزيء الجلوكوز، جزيء الجلوكوز كان جواه، جوه الروابط بتاعته 38. لما نكسر الروابط ديت كسرناها، مش ال سي 6 اتش 12 او 6 قسمناها سي او 2 سي او 2 سي او 2 ست مرات، 6 سي او 2. فالرابطه اللي ما بين كل اثنين لما اتكسرت الطاقه اتحررت، حولناها الاي تي بي. فدلوقتي احنا قمنا جايين كسرينهم كسره واحده 3 و3، فلسه في 6 في 18 هنا و18 هنا، يعني في 36 احنا ما خدناهمش. لما نبدا بقى نكسر الحاجات دي نطلع الطاقه اللي كان يا حرامي ده، الحرامي ده كان واخد 36، كل جزء حمض لاكتيك كان جواه 18. وانتوا عارفين الاي تي بي بيتكون ازاي؟ انا هكتب معادله، هكتب معادله، بصوا معايا. ايوه A D B زائد B هيعمل A T B. الحقيقه في ما بينهم هنا طاقه، يعني لازم يبقى معاك طاقه عشان تربط بيها ال A D B بال B، فيبقى معاك A T B. وهنا تحرير طاقه، يعني بص هنا هكتب على السهم اللي رايح دوت تخزين طاقه، وهنا تحرير طاقه. بص تعالوا نفترض ان دوت جزيء اي تي بي، القلم ده اي دي بي ودوت بي، دوت اي دي بي ادينوزين ثنائي الفوسفات ودوت فوسفات، فاحنا عايزين نربطهم ببعض. احنا معانا دلوقتي شويه طاقه، عايز الناس تتخيل في شويه طاقه طايرين في الهواء دلوقتي، شايفينها؟ برضه نفس الناس الكذابين، ماشي اهوت. المهم في شويه طاقه طايرين في الهواء، وانا معايا اي دي بي وبي، هقوم جاي واخدهم كده قفلتهم. ده سحر ولا شعوذة على فكرة. طاقة دلوقتي لو عايز تشتري القلم دوت قبل ما اعمل الحركة دي كان مثلا ب 10 جنيه، دلوقتي لا سعره عالي، ده قلم بطاقة. تمام؟ طب احنا عايزين نحرر الطاقة. اوبا طاقة طبعا شفتوش عليك. ما انا عايز بقى الناس تتخيل يا جدعان، دخلوني في المود، يعني لما اعمل كده الناس ترجع لورا مثلا، عايز ان انتوا تتلسعوا في حرارة، فاهم؟ عايزين مود. تمام ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. دوت اي دي بي ودوت بي. اوبا شايفين شوية الطاقة دول؟ عاش. شوية الطاقة دول بقى هنجيبهم كده ندخلهم اهوت، بقى معانا اي تي بي ودخلنا الطاقة جواه. طب احنا دلوقتي معانا الاي تي بي عايزين نحرره، بصوا أول ما أعمل كده هفصل البي لوحدها والاي تي بي والطاقة تطلع. دلوقتي المفروض انزل القبعه واعدي تحطوا لي فيها فلوس. هنحط هنا الزمن وهنا قوه انقباض العضله، وهنرسم اربع كيرفات. الكيرف الاول اهوت ونسميه الف، الكيرف الثاني اهو نسميه ب، الكيرف الثالث والكيرف الرابع ب ج د. يلا مين اللي عنده شد عضلي؟ د، قلنا الشد اللي هو انقباض بدون انبساط، يبقى دوت عنده شد. طب مين اللي العضله مجهده؟ خلي بالك ج. اجهاد دوت معناه ايه بقى؟ الاجهاد دوت معناه ان العضله بتنقبض وتنبسط عادي على فكره، بس مش قادر، في الم، الالم دوت منعه ان هو ينقبض بسرعه وبقوه، فتلاقي الانقباض ضعيف مش قادر يكمله للاخر، وكمان بطيء. الانقباض ضعيف ما القوه اهي فهو قليل، وكمان بطيء خد زمن كبير، يبقى دوت كده اجهاد. طيب الف وب الاثنين عضلات طبيعيه، هسال بقى مين فيهم محمد صلاح ومين بيج رامي؟ مين محمد صلاح؟ مين محمد صلاح؟ ألف. مين بجرامي؟ مين أقوى؟ مين أسرع؟ مين أكتر في الكتلة العضلية؟ مين أكتر في عدد الألياف؟ مين أبطأ؟ أبطأ اللي خد وقت أبطأ. يبقى ألف وب عضلات طبيعية، ولكن ألف، ألف كان في جملة كده بنقول إن هي صغيرة قليلة في عدد الألياف سريعة ضعيفة، انما ب كبيره اكبر في عدد الالياف بطيئه قويه. وكان عندنا مثالين اللي هو البيج رامي، لا انا اسف، هنا محمد صلاح المو صلاح، وهنا البيج رامي
هنا عضلات الساعد او جفن العين، وهنا عضلات الكتف. تمام؟ بص معايا. في شوية سموم بتأثر على المنطقة دي، منطقة التشابك العصبي العضلي. السموم ديت مش عليك في المنهج، ولكن هو بيقول لك المعلومة وبيسألك. يعني بيقول لك السم بيعمل كذا، السم الفلاني بيعمل كذا، فأنت تتوقع إيه اللي هيحصل. حلو؟ أول حاجة السم صح. أول حاجة في السم بيعملها حاجة اسمها مبيدات الحشرية. مركبات اسمها أورجانوفوسفات. مبيدات حشرية. بتوقف إنزيم الكولينستريز. ما بيشتغلش. طب ثواني كده، السيل العصبي هيوصل فالكالسيوم هيدخل فالاستايل كولين هيتحرر فهيمسك في المستقبلات فالعضله هتنقبض. حلو. المفروض الخطوه اللي بعد كده مين اللي هيجي؟ الكولين ستريس. المركبات اللي اسمها اورجان فوسفات ديت بتوقف الكولين ستريس. مش هيحصل انبساط. يبقى الراجل ده بيحصل له شد عضلي، والتسمم بيبقى عن طريق ان هو بيجيله ريسبيراتوري فيلير او فشل في التنفس. ازاي؟ عارفين الحجاب الحاجز؟ بينقبض ينزل لتحت فياخد نفسه وما يقدرش يطلع النفس. فاهمين هو بيعمل؟ مش قادر يطلع نفس يموت. تمام؟ دوت بيحصل ازاي التسمم دوت؟ هو غالبا بيبقى حالة انتحار. انتوا ايوه على فكره حالات الانتحار انتوا مش متخيلين هي قد ايه يعني. يعني احنا لما وقفنا واحنا في سنه رابعه، لما وقفنا في كشك السموم والغرز، او قصدي كشك السموم وقسم الشرعي والسموم، كان الناس بتنتحر كده. من اكتر الحالات اللي انا لما افتكرها ببقى خلاص يعني اعيط، بنت عندها 15 سنه جايه بحبايه غله حاجه كده. 15 سنه حبايه غله ديت حاجه قاتله، وللاسف ملهاش ترياء. خدت الحبايه والدكتوره بتقول لنا دي جايه امبارح، كانت ماتت يعني تاني يوم. متخيلين كان بتقول للدكتوره ايه؟ الدكتوره بتقول لها تعالي انت هتدخلي عنايه مركزه. هي ماشيه على رجليها. طب انا هدخل عنايه وانا ماشيه على رجليها؟ بتسالها يعني ليه محتاجه عنايه؟ تقول لها عشان انت كلها ربع ساعه ومش هتبقي ماشيه على رجليك. القلب هيبدا يتاثر والمعده هتبدا تتاثر، كل حاجه هتتاثر في جسمك. وفعلا دخلت عنايه. تخيل كانت بتقول لها ايه؟ والله انا كنت بس عايزه اضغط عليهم في البيت عشان مش عارف ايه. تضغطي عليهم؟ تاخدي مش عارف ايه؟ اصل زميلتك موتتك وماتت فعلا. ماتت عشان هزار. ما انا مش لازم اقول لكم هي ايه. احنا اصلا يعني انا اتلسعت في بالي وقلتها. حاجه سيئه قاتله وللاسف ملهاش ترياء لحد دلوقتي. ايه؟ ما هي بتتباع في الصيدلات لان هي بتضحك ان الفلاحين بيستخدموها. ما هو للاسف نعمل ايه؟ المفروض ان الوزاره فعلا ان هي بتاخد خطوات ان هي تشيلها. المهم ايه؟ لا هي مش الغله، هي في حاجه بتتحط على الغله. ما علينا، بتحافظ على الغله من التسوس، فهي ماده قاتله للسوس وقاتله للانسان. هنا بقى الأورجانوفوسفات دوت عشان مبيدات الحشريه ديت تغرق الانسان دوت لازم الانسان يكون بايه؟ بيهزر مع زميله وهو بيرش الارض بالمبيدات، قام جاي واخده محميه. لا مش هيحصل يعني. فهي غالبا بتبقى حاجه انتحار. هو جاي شرب الأورجانوفوسفات دوت فبقى بكميات كبيره جدا في جسمه، حصل انقباض، فالمفروض الخطوه اللي بعد كده انبساط. الكولين ستريس يشتغل، مفيش كولين ستريس مش شغال. يظل الاستايل كولين متصلا بغشاء العضله، فتظل العضله في حاله انقباض، يحصل له شد عضلي. الحاجة اللي جاية ديت جميلة قوي. حاجة اسمها البوتوكس، أظن سمعتوا عنه. البوتوكس دوت والفيلر والحاجات ديت اللي هي مستحضرات تجميل. خلينا في البوتوكس. البوتوكس ده بيعمل إيه؟ الممثلات اللي عندهم اللي هم دخلوا في أرذل العمر دول، أنت إيه تبص لها في حوار مثلا تلفزيوني، حضرتك يا فنانة عندك كام سنة؟ بلاش والله. حاجة و70 بس. أنت تبص لها ده أنا اللي عندي حاجة و70. انت انا اللي عندي حاجه 70. هو ايه اللي حصل بقى؟ التجاعيد بتاعه الوش دي يا جماعه اللي بتظهر مع السن بتظهر بسبب كرمشه العضلات. العضلات بيحصل فيها كرمشه فبتشد الجلد، فهم عايزين يعملوا ايه في العضله؟ تنبسط فيشلوها. مش لو العضله اتشلت هتنبسط؟ فيدوها السم دوت بيشل العضله، فالعضله تنبسط فالتجاعيد تروح. يعني بيشلوا العضلات. هقول لكم حاجه حلوه بقى، انتوا ممكن تكونوا واخدين بالكم منها بس يعني مش قوي. دايما ضحكتهم كده غريبه، دايما
قال له والله العظيم صاحبي. دي ليه؟ يعني مش عارفه تعمل الفيشال اكسبريشنز، يعني مش عارفه تدي التعبيرات الوجهيه بتاعتنا اللي هي التجاعيد المفروض بتظهر. التجاعيد ديت اصلا من جمال الضحك اللي هي بتظهر حوالين العين وبتظهر في الوجه والحاجات ديت من جمال الضحكه الحقيقيه. هي الضحكه حتى لو بتضحك حقيقي هتبان انها صفره، هتبان ان الضحكه ايه صفره. ويقول لها صفره تعالى اشربي ايه؟ اشربي بس. ليه بقى؟ لان العضلات مشلوله اصلا، هي مش عارفه تعمل الفيشال اكسبريشن الطبيعي. فالعضلات ديت بتعمل ايه، او الماده ديت بتمنع تحرير الاسيتيل كولين. فالعضله مفيش اسيتيل كولين يبقى المستقبل مش هيشتغل، يبقى الصوديوم مش هيدخل، يبقى العضله مش هتنقبض، يبقى هنا شلل في العضله. اللي فوق كان شد، العضله انقبضت ولم تنبسط، هنا منبسطه ولن تنقبض. تمام. في سم بتاع الكوبرا، الكوبرا اسمه كيوراري، كيوراري سم الكوبرا. السم دوت بيعمل ايه؟ السم دوت سم رخم، هو رخم عشان بيموت، ورخم عشان الطريقه بتاعته رخمه. ابدأ اول واشرح. بص يا عم، دوت المستقبل بتاع الاسيتيل كولين، ودوت شكل الاسيتيل كولين الطبيعي. دوت بقى السم اللي اسمه كيورال. السم دوت يجي يعمل ايه؟ يجري 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 ويقوم جاي ماسك هنا في المستقبل قبل ما الاسيتيل كولين يجي، لعبه الكراسي الموسيقيه. يقعد على المستقبل ويخلي العضله ما تنقبضش. الاسيتيل كولين المفروض دلوقتي انا عايز اعمل انقباض في العضله، فبعت سيال عصب فالكالسيوم دخل والصوديوم والاسيتيل كولين اتحرر، يجي يقول لك يلاقي الكيوراري قاعد، السم قاعد، يقول له جيت قبلك. يقول له اللي جاب. طب قوم عشان اشتغل، ده مكان. يقول له ومكاننا كمان ايه الفكره يعني؟ مكتوب باسمك؟ يقول له ايوه يا عم مستقبلات الاسيتيل كولين. يقول له ماليش دعوه، انا جيت الاول. يقول له طب انقبض، طب اشتغل انت. يقول له لا مش هشتغل. طب قوم وانا هشتغل. لا مش هقوم، ده انت رخم قوي. هو ده السم دوت بيعمل كده، بيمسك في مستقبلات الاسيتيل كولين، وبالتالي يمنع ارتباط الاسيتيل كولين بمستقبلاته، فبالتالي العضله ما تنقبضش. شلل بالظبط. الراجل دوت ده عنده تسمم وده عنده تسمم. الشخص دوت بيموت بشلل، او يعني شلل في الحجاب الحاجز، وده برضه بيموت في شلل في الحجاب الحاجز. بس دوت بياخد النفس ما بيعرفش يطلعه، ده ما بيعرفش ياخد النفس اصلا. ما الحجاب الحاجز بينبسط ما بينزلش، مش عارف ياخد النفس. تمام. والله الاثنين بيموتوا، ما فرقتش. مين اللي بيسأل؟ اتفضل. حضرتك قلت هنا يعني عند الحجاب الحاجز لما بيحصل شلل مش بنعرف نفكه تاني، مش المفروض ان هو بيحصل انبساط لما بنيجي نتنفس؟ لا، الحجاب الحاجز بينقبض لما بنيجي نتنفس، الانقباض بتاع الحجاب الحاجز بينزله لتحت، بينزل لتحت، فده ده التنفس، الانبساط بيطلع لفوق. هو موجود اصلا كولين ستريس، ده انزيم موجود في مناطق التشوك العصبي العضلي، متكون طبيعيا في المناطق دي. هقول لكم حاجه نختم بيها خلاص بقى، انا خلصت على فكره الحصه، كل اللي انا عايزه خلصت. هقول لكم حاجه بمناسبه الحجاب الحاجز. كنا في المشرحه بتاع الكليه مره، كنا على الحته بندرس الميديا ستاينم اللي هو المنطقه بتاعه الصدر دي، فبنبقى شايفين حاجه اسمها فرينك نيرف، العصب اللي بينزل للحجاب الحاجز، بيبقى في عصب نازل الناحيه دي وعصب نازل الناحيه دي، بيتحكموا في الحجاب الحاجز، الانقباض والانبساط. فالدكتوره ماسكه العصب كده على الجثه وتقول ايه دوت الفرينك نيرف يا جماعه، ولو اتقطع الراجل الانسان بيموت. وقامت جايه عامله كده فالقطع. الولد قال لها يخرب بيتك موت الجثه. خلي بالك الدكتوره لما كلمه زي دي بتتقال لها المفروض تدي، قعدت تضحك. طب هتعمل ايه؟ موت الجثه. وبعدين بقى يعني بكل، انا اتضايقت منه في الموضوع اللي هي بكل لا مبالاه في الدنيا، انتوا اخر ناس هتشوفوا الفرينك نيرف، هي الجثه ديت يعني ده هي بتاعت اهلك لمؤاخذه يعني انت قطعت العصب كده عادي كده. طب ما زمايلنا اللي جايين في السكشن اللي بعدنا كان نفسهم يشوفوا العصب سليم وهو ماسك في يشوفوا الحاجات دي، ما احنا جايبين الجثث عشان الحاجات دي. انتوا اخر سكشن هتشوفوا الجثه. كان في سكشن مراجعه. السكشن دوت كنا رايحين، كانوا مقسمين الدفعه اوقات، فانا كنا احنا ساكنين في المدينه، فروحنا الساعه 6 الصبح المدينه الجامعيه في شبين. رحنا الساعه 6 الصبح وكان في جثه لسه متشرحه جديد، فباين فيها كل حاجه، وكنا هنذاكر الابر لمب، هم اصلا بيقطعوا كل جزء لوحده، يعني كان الدراع موجود، فاحنا الدراع ده كان ممتاز، كانك ماسك اطلس حقيقي وتشوف فيه كل حاجه. فرحنا الصبح انا وزمايلي وبدانا نراجع عليه. هنا كانت الصدمه بتاعت الايه، البنات والكيوت ومش عارف ايه. احنا خلصنا في ثلاث بنات واقفين من الناحيه دي وثلاث بنات واقفين من الناحيه دي ومستنيين احنا نخلص عشان ياخدوا الدراع دوت. تمام.
فاللي هو احنا انا براجع مع زمايلي وكل واحد بيقول مره ده كذا وده كذا وده كذا، قلت لهم ها يا جماعه خلصنا، وبص لقيت هجموا وفي بنت قامت واخده دراعه وبتجري والله العظيم، والتانيين بيجروا وراها. البنات البنات الطح فيل اه بجد والله والله اتصدمت اتصدمت. انا كان عندي شويه تخيلات عن الكليه، يعني منتظر مثلا البنت اللي هيغمى عليها في المشرحه فزميلها هيسندها وتبدا قصه الحب والحاجات دي، ما بتحصلش. هي اخر البنت في الاكشن هي بتدخل تبص على الجثه، مش هغمى عليك هم عليا ايه ده انت اللي هغمى عليك. وبعدين برضو الحته بتاعت ايه هم هيخبطوا في بعض فالكتب هتقع وهما الاثنين ينزلوا وسلو موشن بقى هم نازلين، لا هو انت هي اصلا مش هتوقف، انت هتنزل تجيب الكتب بتاعتك الكتب بتاعتها وتصدر لها وتعتذر لها وانت لسه تحت هتديك بالشلوق، خد بالك اللي اتقدم كده يعني. ايه جربناها؟ احنا ما جربناهاش، احنا شفناها. ايوه دي بتتجرب، شفناها في ناس. ما هو سم الكوبرا ده ما فيش الناس بتتلسع، اه ما فيش ناس بتتسمم، البوتوكس ده ما فيش ناس بتتلكع. هو بيجي متسمم للمستشفى واحنا بنشوف اللي بيحصل في جسمه. يعني ايه المستشفى متسمم واحد يا حبيبي؟ هو متسمم وعرف ان هو اتسمم فقال لهم ودوني المستشفى، فلما جه بقى سالناه حصل ايه قبل ما يموت قام جاي اللي اتسممت بجد. طب تعالى نشوف بقى ايه اللي حصل فيه. وبعدين الحاجات دي اه بنعملها بس مش على بني ادمين اكيد، بنعملهم على حيوانات. ايه ضفادع وارانب وفران. ممكن حد يموت بس لو حقناه في الدم، حقناه في الدم. هو اصلا بيبقى تسمم بالعسل الابيض بس بيسمم حوار كبير حوار كبير لما يدخلوا الكليه ان شاء الله. طيب المفروض ان شاء الله تاني الحصه الجايه هتبقى الورشه، الامتحان الحصه اللي بعدها. بصوا يا جماعه اسمعوا بس اقول لكم حاجه عشان نبقى ايه نبقى واضحين من البدايه، نبقى واضحين من البدايه. الحصه الجايه الورشه مش شرح بس ولا حل بس، قلنا حل بطعم الشرح او الاثنين داخلين في بعض يعني، دي حاجه. في مذكره، المذكره موجوده هنا ولا هناك؟ اه في السنتر. خدوا المذكره قلت لكم فيها 130 سؤال، ال 130 سؤال دول في بنك اسئله 100 تمام، وفي 30 سؤال اللي هم بتوع السنين اللي فاتت اللي هم جم في امتحانات دعم الحركه بتوع الوزاره تمام، دول لازم ناكد عليهم قوي. والمره الجايه ان شاء الله لما تاخدوا الكتاب بتاع الهرمونات هتلاقوا في بدايته اختبار على الدعامه والحركه، يبقى دي كمان 60 حلو. طيب الحصه اللي بعدها يعني بعد اسبوعين من دلوقتي ان شاء الله هيبقى الحصه امتحان، وهتيجي تاخد كود عشان ما نضيعش الحصه، يعني هتاخد كود تسمع فيه اول محاضره في الايه بسعر الحصه عادي، اول محاضره في الهرمونات. محدش يغيب من الامتحان، لو هتيجي تاخد الكود وتمشي تعالى، عشان انا مش هشرح المحاضره الاولى لان انا هيبقى عندي اصلا، مش احنا حصتنا الاثنين، انا هيبقى الورقه الثانيه جراحه هتبقى يوم الثلاث، فانا مش هينفع اجي اصلا يعني. حتى لو افترضنا ان انت هتيجي بدري تمتحن ونبدا حصتنا مش هينفع تمام، فانتوا هتيجوا تاخدوا الكود بتاع المحاضره الاولى في الهرمونات هتبقى اونلاين فاه وتمشوا تسمعوه في البيت، وتيجوا بقى المحاضره اللي بعدها نبدا في النخاميه، نبدا في الجد في الهرمونات. ايه ال 3000 في الامتحان اللي هو في اللي بعد اسبوعين ده؟ محمد بيسال على 3000 من ساعه ما بدانا السنه. الامتحان مدته ساعتين، 50 سؤال في ساعتين، ساعتين ونص. بصوا هقول لكم حاجه بس عن الامتحان واحنا كده كده هنتكلم عنه المره اللي جايه، مفيش سؤال يعني ايه صعب او من بره المنهج، ومفيش سؤال سالك، فاهم حاجه؟ يعني هي تكه خدت بالك منها هتعرف تحل تمام. وبالله عليك بالله عليك ما تشتغلش بالمحاسيس والمشاعير، لان انا حاطط لك اربع اختيارات محاسيسك ومشاعرك هتروح لهم كلهم، هتوديك في ده، فلازم تقراهم الاربعه وانت قاتل قلبك بتشغل عقلك بس، وبعد كده تبدا تختار. بالظبط بس. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك اثرا، ننشر علما نبغي اجرا، نبني جيلا يصنع فجرا. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك اثرا، ننشر علما نبغي اجرا، نبني جيلا يصنع فجرا.